بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. عظيمة يا مصر دوما، أنت الحضن الدافي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، حلقة 514 جاية في وقت أعتقد مصر كانت سعيدة جدا وفخورة بحفل الأفضل على شاطئ البحر الأحمر. يعني الحقيقة وانت بتتابع ما تقوم به الإدارات المصرية في تنظيم الأحداث، هلخص لك حاجة بسيطة جدا. عندما يجتمع الإبهار مع الوقار مع يعني الأناقة والشياكة والتنظيم، مفيش حاجة أوفر، لكن كل حاجة في مكانها، كل حاجة في مكانها. عشان كده لها فقرة مهمة كمان ضمن أربع فقرات في حلقة الليلة. من جديد البطل في مناجم الذهب، وإن طال السفر. بعد العشرة الأولى انظر حولك وبعيد كمان. وأخيرا هوامش على تفاصيل الأفضل. ده المحتوى اللي إن شاء الله نناقشه مع حضراتكم، لكن الأهلي بكل تركيز وجدية بيستعد في العاصمة الزيمبابوية هراري لمباراة مهمة جدا هتكون يوم السبت الساعة 3 العصر إن شاء الله مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي. بكرة الصبح إن شاء الله البعثة هتنتقل من هراري العاصمة إلى مدينة اللي هتستضيف المباراة. المباراة هتكون الساعة 5 إن شاء الله، الساعة 3 إن شاء الله بتوقيت القاهرة. الجهاز الفني فضل إنه بدلا ما ينتقل مباشرة إلى بولاوايو المدينة اللي هتستقبل المباراة، فضل الإقامة في هراري من امبارح. الفريق اتمرن امبارح بعد الوصول تمرينة خفيفة، النهاردة بيتمرن تمرينة جادة، بكرة إن شاء الله الصبح يكون في المدينة بولاوايو اللي هتستضيف المباراة يا باشمهندس. بالإضافة إلى اطمئنان ريني فايلر بقى المدير الفني على حالة الفريق بالكامل، العناصر المتاحة معاه اللي كان سافر بيها كلها تركيز على المشاركة في بولاوايو. سمير عدل المدير الإداري سبق البعثة في السفر لهراري وسبقها من هراري، يعني قابلهم في هراري هو وكابتن سيد عبد الحفيظ وسابهم وطلع على بولاوايو عشان يجهز لاستقبال الفريق بكرة في المدينة الصغيرة اللي هتقام فيها المباراة. أستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة حريص على متابعة كل شيء داخل الفريق، اجتماعات دايما مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اطمئنان على كل الأحوال. ومروان محسن المهاجم اللي كان مسافر بإصابة في وش الرجل بيتعافى منها وإن شاء الله يكون جاهز يدعم قوة الفريق. كلها أخبار سريعة ولكن مهم حتى إنك أنت تؤكد عليها. مباراة شديدة الأهمية الأسبوع ده شديد الأهمية، صحيح، لأنه ممكن يرتب الأوضاع في هذه المجموعة. تمام، عشان كده محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الدولي في تصريحات له في الموقع الرسمي للنادي بيؤكد على أهمية المباراة وعلى صعوبتها كمان. بلاتينيوم طبعا دعم صفوفه في فترة القيد الشتوي، عنده فرصة لإنقاذ أسهمه في المجموعة، مش عايز يفضل بالصورة اللي عليها انه يخسر في ملعبه من النجم الساحلي ويروح يخسر في السودان، بيحاول ينقذ فرصه بأي شكل. ومن ثم المباراة ليست سهلة، لكن ان شاء الله فريقنا يكون على قد المسؤولية لانه كمان فريق محترف زي ما قال السفير المصري محمد فهمي يا باشمهندس في تصريحات مهمة من هراري. قال لك اللي انا ملاحظه الاهلي فريق محترف قوي بيتعامل باحترافية شديدة، والحقيقه كلام السفير انه واضح ان المعامله اللي بعثت بلاتينيوم لقيتها في القاهره ليها مردود ايجابي جدا، وقال ان معامله القاهره واضح عليه ان هم حريصين على رد المعامله الطيبه. وده تمام اللي انا بقوله، احنا عايزين ناخد الجوانب التي لا يتحدث عنها احد، وهو الدور الايجابي او الدبلوماسي التي تساعد به الرياضه اطار العمل الدوله بالظبط وتوجهاتها. انت أي. تتوجه نحو افريقيا بحميميه، اي، فياتي النادي الاهلي يشرفك ويمشي في هذا السياق ومفيش اي مشكله، دايما حتى
لما بيتعرض للمضايقات بيتعامل برجولة بكبرياء، ما بتعاملش باندفاع. وما يقوله السفراء باستمرار وآخرهم سفرنا في زيمبابوي، في زيمبابوي، هو يعني بيؤكد على اللي أنا بقوله، أن الأهلي والرياضة، الرياضة المصرية بشكل عام والأهلي بشكل خاص، بتلعب دور كويس قوي في هذا الأمر. دي القوة الناعمة يا جماعة، دي القوة الناعمة اللي مصر بتمتلكها بقوة كمان في القارة. أعتقد الأهلي واحد من روافد القوة الناعمة الرياضية، نادي القرن في أفريقيا، عنده علاقات طيبة جدا بمختلف الأندية، عنده باستمرار حرص على معاملات محترمة تعبر عن قيمة النادي الأهلي ومن قبل قيمة مصر ودورها التاريخي في القارة السمراء. فبالتالي كل السفراء فعلا تأكيدهم على أنه العلاقات الطيبة اللي الأهلي بيتركها لدى الأشقاء الأفارقة في كل مناسبة بتدفع للمزيد. ده عمل دبلوماسي، أنت بتعمل عمل دبلوماسي. فنتمنى أن يستمر هذا الأمر والأهلي دايما يشرفنا. بيقول كمان السفير محمد فهمي أنه الاتصالات لم تنقطع على مدار الأيام الماضية، ده التأكيد على احترافية العمل، أنه اتصالات رئيس بعثة النادي الأهلي الأستاذ إبراهيم الكفراوي والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والمهندس سمير عادل المدير الإداري. بيقول السفير أنه الحقيقة من فترة طويلة من أول ما الأهلي تقرر أنه جاي في هذا التوقيت، وهم اتصالات مستمرة بالسفارة، التأكيد على كل شيء، ترتيب كل الأمور، وقال أنه بيتابع كافة التفاصيل الخاصة بالبعثة منذ لحظة وجودها. قال أن مسؤولي فريق بلاتينيوم يقدرون بشدة المعاملة المميزة التي وجدوها من الأهلي في مصر خلال مباراة الفريقين في الجولة الثالثة، لذلك فإنهم يسعون لرد الجميل ويتعاونون قدر المستطاع. قدر المستطاع، والكلمة دي مهمة جدا للإعلام بتاعنا، لأنه الحياة باستمرار. أنا شخصيا لما كنت أسافر حاجة من مثل هذه البعثات يا باشمهندس، تلاقي الإعلام يبرز المشاكل والسلبيات اللي موجودة في الإقامة، والناس ما بتبقاش الأفارقة هي دي حدود إمكانياتهم، هو حطك في أفضل فندق عنده. كون ان انت بتقارن فنادقهم بفنادقنا، هو مش يعني ما عندوش حاجه افضل يقعدك فيها. هو انت فاكر لما انا لمست النقطه دي، قلت لك واحنا رايحين الاول افريكان جيمز او كل الالعاب في كينيا سنه، في كينيا كنت انا في الثمانينات، انا فاكر انت كنت رئيس بعثه مصر في كره اليد في البطوله. ايوه، قابلت بالصدفة الشديدة العظيم ربنا يديله الصحة عبد العزيز الشافعي. ربنا يديله الصحة، هذا التاريخ واللي لازم ننبش كده ونطلع له حاجات. الراجل ده تاريخه الرياضي في مصر تاريخ جبار جدا، صحيح، لازم الناس يفهمه. صحيح. وعلى المستوى الدولي، وهو أستاذ أجيال، أنا واحد منهم من غير ما يقول لي أي حاجة، إنما أنا بلقط اللي كان بيعمله هو كابتن صالح، وكل واحد بيتعلم من كل واحد حاجة. قيمة رياضية إدارية. فهو يعني حكى قدامي قصه على ان الناس كانت بتشتكي من الاقامه وبتاع في بعثه من البعثات، فقال لهم يا جماعه احنا مش جايين علشان نرصد السلبيات، لان المسافه بعيده، الناس دي يعني امكانياتهم كده. ايوه، فاذا كنا رايحين نلعب رياضه نركز على الرياضه. مركزش بقى على اللقمه وعلى النومه وعلى فالحقيقه دي خدتها منهج. ايوه، لدرجه ان انا يعني وانا في المانيا مره مع كره اليد برضو، يعني الاكل نازل اول يوم، فاحد اللعيبه اتحط الاكل كان سمك، انا كنت رئيس البعثه قاعد معاهم برضو. ايوه، ما اروحش قعدت في الترابيزه بعيد. ايوه، فقال هي قلت له في ايه يا فلان؟ قال لي لا نو 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 فيش نو فيش. قلت له ليه؟ قال لي لا اصل احنا ما بناكلوش كده عندنا، هو يعني من بلد ساحليه. قلت له اوكي. قلت لهم شوفوا يا جماعه بقى، كلمت الكابتن وكلمت الاداره، الاكل اللي هينزل هناكله كلنا، لو انا طلبت تغيير اكل اطلبه، يبقى هنطلب على كارت، على الكارت وكل واحد يطلب اللي هو عايزه، احنا جايين في مهمه. ايه المهمه؟ لما نيجي سياحه ناكل اللي احنا عايزينه، ننام زي ما احنا عايزين، نتفسح في الحتت اللي احنا وناكل، انما احنا جايين في الرياضه، اللي هيتحط لنا الدكتور بينسق مع المطعم اللي هيتحط هيتاكل. وقد كان. تاني يوم الصبح جيت في الفطار واقف وراه، قلت له افطر كويس عشان يجوز ما تعرفش تتغدى.
جالي بقى كان الكابتن الألف الكابتن الألفي قال لي يا كابتن عادلي هم مش متعودين. قلت له بس يا ألفي. تاني يوم قال لي احسن حاجه اتعملت احنا كنا بنضيع وقت كبير جدا عشان موضوع الاكل موضوع النوم موضوع الحاجات دي. التركيز يا استاذ ابراهيم اللي رايح يلعب بيحدد في هدفه. ايوه. المهم ان الحاجه تبقى نظيفه، طالما انها نظيفه يبقى مفيش مشكله. طيب هنشوف كل التفاصيل اللي موجوده في هراري ان شاء الله، لكن النهارده كمان كان في استقبال مهم له دلاله رياضيه وانسانيه بارزه في النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي بيعطي اشاره البدء لفعاليات الاختبارات النهائيه للمنتخب المصري والعربي والالماني من ذوي الهمم. ذوي الهمم ولادنا اللي عندهم احتياجات او ذوي احتياجات خاصه وعندهم طموحات في السباحه كبيره لدرجه انهم يخوضوا محاولات عبور المنش. بصوا بقى ان هم ذوي الهمم بجد. فكابتن الخطيب بيعطي اشاره البدء لهذه الاختبارات اللي استضافها مرسى النادي الاهلي في الجزيره صباح اليوم. الاختبارات كانت برعايه وزاره الشباب والرياضه وتحت اشراف الاستاذ خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي في شمال افريقيا والشرق الاوسط. ده واحد من اللي عبروا المنش ومن ذوي الهمم. بالظبط. وشروه حافظ السباحه الاولمبيه، وفي حضور الدكتور عمرو حداد مساعد وزاره الشباب والرياضه للتنميه الرياضيه. كابتن الخطيب حرص على الاهتمام بهؤلاء السباحين ذوي الهمم الخاصه، رحب بيهم، اداهم فانيله الاهلي هديه، كانوا مبسوطين جدا ان هم موجودين في النادي الاهلي ومع كابتن الخطيب وكمان ياخدوا فانيله الاهلي. كابتن اكد على انه استضافه الاهلي للاختبارات جايه من واقع المسؤوليات اللي النادي بيطلع بيها لخدمه مجتمعه وخدمه ولادنا ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم الكبيره ان شاء الله، تجاه كافة مؤسسات الدولة وحرص النادي الأهلي على دعم ومساندة هذا الملف الإنساني والرياضي شديد الأهمية الحقيقة. الدكتور عمرو حداد حرص على توجيه الشكر للكابتن الخطيب ومجلس إدارة النادي ومسؤوليه على المساهمة في دعم أبطال مصر ذوي الهمم، وأشاد بالدور الكبير اللي النادي الأهلي بيقوم به في هذا الاتجاه. عبر الأستاذ خالد شلبي عن سعادته الكبيرة أيضا بالأجواء اللي سادت هذه الاختبارات في النادي، وقال انه الكابتن محمود الخطيب كان وجوده مؤثر جدا على هؤلاء الشباب في منح الدعم النفسي الكبير ليهم، وقال ان الاهلي بيعد الشريك الاساسي في صناعه الابطال عبر التاريخ، ومن ثم اطلاعه بهذا الدور الرياضي والانساني والمجتمعي ما هوش جديد على النادي الاهلي. الاختبارات انطلقت من امام مرسى النهر يا باشمهندس بمشاركه 4 سباحين من ذوي الهمم بالاضافه الى سباح زعانف مونو، استمرت لمدة ساعة ونص الساعة لمسافة 250 متر دون توقف. وكان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي حرص على عقد اجتماع تنسيقي وأمني أمس مع مسؤولي وزارة الداخلية والمشرفين على الاختبارات في حضور الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي، بالإضافة إلى إدارات الخدمات كلها علشان يكون الأهلي بكل إمكاناته وخدماته ومساعديه في خدمة ذوي الهمم الخاصة اللي ربنا يوفقهم إن شاء الله في المحاولة الكبيرة لعبور المنش يا باشمهندس. ربنا يعني يقدر كل رياضي طموح بيبذل جهده، وولادنا دول يعني دول اللي بيقهروا الصعاب والمستحيل يعني. كل التوفيق ليهم بإذن الله. طيب في إطار حرص النادي الأهلي على تعظيم موارده على الاطلاع بمسؤولياته الكبيرة، النهارده بيوقع عقد مهم مع مسؤولي بنك القاهرة على افتتاح فرع لبنك القاهرة في مجمع البنوك الجديد اللي هيكون في مقر النادي الأهلي أو فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد. كابتن خطيب حضر هذا التوقيع، لكن كانت في تفاصيل كمان كبيرة كتيرة في هذا السياق، سواء ما يتعلق بعملية الاشتراكات قبل زيادة الاشتراكات الكبيرة اللي هتكون في 30 أو 31 مارس يبدأ العمل بيها 1 ابريل، فالمهله لغايه نهايه مارس يعني قدامكم مش كتير. الوزير ماليه الاهلي الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي له حوار مهم جدا هتتابعوه ان شاء الله مع نهايه حلقه النهارده من ملك وكتابه، بكل التفاصيل سواء ما يتعلق بملف العضويه او الخبر السار جدا للنادي الاهلي توقيع عقد بدء العمل في فرع التجمع مع الهيئه الهندسيه. هتبدأ العمل وخلال 10 شهور يحتفل الأهلي بافتتاح المرحلة الأولى إن شاء الله. حتى خبر مجمع البنوك في الشيخ زايد ده مهم جدا، ده خدمة هايلة جدا وجديدة. أيوه. يعني
مش قاصرة على بنك واحد، ولكن ثلاث بنوك مصرية من أكبر البنوك اللي بتقود الاقتصاد المصري بإذن الله هتكون موجودة. وبنك القاهرة النهاردة وقع العقد، أعتقد أن أعضاء أهل الشيخ زايد هيكونوا سعداء جدا مع توالي أنه في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة الثلاثة بيقدموا خدماتهم. حفل التوقيع النهاردة حضر الكابتن محمود الخطيب والأستاذ خالد دردالي أمين الصندوق، وقام بالتوقيع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، ووقع عن بنك القاهرة الأستاذ محمد هاشم رئيس قطاع الشؤون القانونية في حضور الأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، والأستاذ محمد حسني رئيس قطاع الفروع، وشريف شلش مدير عام الشؤون الإدارية، وهيدي النحاس مدير العلاقات العامة، وعبير بكر مدير القطاع العقاري، ومحمد عبد الرحمن نائب مدير القطاع العقاري، وخالد النوتي رئيس الأصول العقارية. يعني وفد كامل من بنك القاهرة بكل الخدمات اللي موجودة في البنك كان موجود. أي. وده يعني شمولية الخدمات اللي هتقدم. والحقيقة يعني اللهم لا حسد. النادي الأهلي يعني تصارع كل يوم في جديد، كل يوم يكاد يكون كل يوم في جديد تقريبا. بسم الله ما شاء الله، حاجة يعني فقط التوقع يعني، يعني ما يقدمه المجلس من أداء وخدمات لأعضائه وعلى مستوى الرياضة والنهوض بها في كل المجالات، الدنيا ماشية كويس قوي في مجال الإنشاءات أيضا. النهاردة توقيع العقد بتاع مع الهيئة الهندسية بتاع التجمع، أيوة بدء العمل في التجمع، حاجة مهمة جدا جدا جدا. يعني أنت خلال أقل من سنة هيبقى البنية التحتية كلها جاهزة ونشرع في أن نخرج المشروع على وش الأرض يعني في أقل من سنة. شيء هام جدا جدا بنزوف في هذا الخبر عشان يرتبط يا أستاذ إبراهيم بحاجة مهمة جدا، أن احنا دلوقتي النهاردة بالصدفة الصبح أنا كنت في التجمع وكان في ناس بتكلمني على العضوية. قلت لهم يا اخوانا خلي بالكم وامتى يفتتح بتاع، قلت لهم الهيئه الهندسيه النهارده بتوقع العقد. النادي الاهلي عامل باكج او عامل حاجه وهيغلي الاسعار بتاعه العضويات كلها بتاعه الفروع كلها من نهايه مارس. يعني لازم المعلومه دي تحط قدام الناس عشان ما حدش يقول ما قلتوش ليه وما نبهتوش علينا ليه. اما يجي يعمل عضويه بعد مارس اللي هي غليت، في تقسيط كويس، في المجاميع بتاخد تسهيلات وفاسيلتيز، عندنا تفاصيل اظن بعد كده هنقول عشان يتابعونا ويعرفوا اللي عايز يلتحق بفرع من فروع النادي او بالنادي ككل يعمل ايه والتسهيلات اللي هياخدها. خليكم معانا في هذه الحلقه وتابعونا. الحاجه المهمه جدا في جزئيه العضويه للناس اللي راغبه في ده، اللي بيعمل عضوية الفرع سواء في أهل الشيخ زايد أو في أهل التجمع عنده ميزة نوعية الناس مش واخدة بالها منها. أنت بتحتفظ بحقك في تحويل العضوية عضوية الفرع لعضوية عاملة لمدة 4 سنين لقدام وفقا للسعر اللي موجود دلوقتي. يعني دلوقتي العضوية الكاملة ب 500,000، هتبقى ب 600، هتبقى ب 700، بعد كده يعني في خلال ال4 سنين هتزيد بنسب مليون. كبيره هتزيد المليون. طب انت عملت عضويه فرع الشيخ زايد او عملت عضويه فرع التجمع ب 200 ولا 175 بالمبلغ اللي موجود دلوقتي، عايز بعد سنتين ثلاثه تحولها لعضويه كامله بحيث تاخد كل الفروع الكل، ساعتها تتحاسب على العضويه الكامله كانت بكام وقت ما انت عملتها اللي هي ال 500، فتدفع الفرق على اقساط بعد 4 سنين، يعني خلال ال4 سنين اللي موجوده. فالمصارعه دلوقتي بانك انت تعمل عضويه الفرع سواء الشيخ زايد او التجمع على مهلك بقى حولها، حجزت لنفسك الحق في تحويلها لعضويه كامله خلال 4 سنين. ففرصه نوعيه مهمه جدا مع او قبل زياده الاسعار في اول ابريل ان شاء الله. النادي الاهلي تسلم من وفد بنك القاهره شيك بقيمه 50% من القيمه المستحقه للعقد، والعميد محمد مرجان قال ان توقيع العقود بيستكمل بيه مجلس اداره النادي جهوده الكبيره لتعظيم موارد الاهلي. بعد الاعلام في وقت سابق كان في مزايده اتعملت بين ثلاث او شارك فيها ثلاث اكبر بنوك الوطنيه،
البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة لمدة 10 سنين لقدام، بعد ما قامت لجنة البت بإنهاء كل الإجراءات اللازمة للوصول إلى أفضل العروض وفقا للمزايدة. شوف عايزين نتوقف هنا لأن دي تجربة جديدة. أيوه. إحنا أول نادي عمل فرع جوه النادي بتاعه. وكان أحد البنوك يعني بيسموه إيه؟ مالتي ناشونال. هو اللي خده الأجنبية. أحد البنوك الأجنبية. لا مش أجنبية قوي، عربي مصر، عربي مصر. وبعدين لما في نص المدة بنك مصر كان حريص انه ياخد بتاعه، وفي التجديد كان حريص انه يجدد وبنك مصر يخش، لكن كانت الطرح كان انه يخش بنك واحد يحتكر اكسكلوسيف حصري له. الجديد في الامر انك انت ايضا انت الرائد انك تعمل مجمع في ثلاث بنوك وطنية عشان تجويد الخدمة والتنافس والليلة تشيل. يعني بمعنى ايه؟ يعني احنا زمان كان التدفق المالي برضه مش بالكثرة اللي تستحمل دي. بالظبط. النهاردة تداخل على عمليات انشائية وفلوس ضخمة جدا والاموال بتدور. وبعدين المنطقة الشيخ زايد فيها ناس من رجال الاعمال ورجال هتبقى جنب بيتهم، وفي النادي هتبقى الخدمات يعني محتاجة هذا التنوع. مجمع على 600 متر ثلاث بنوك يعني مساحه كويسه. ده رايحين لك جنب البيت انت. فانا يعني الحقيقه سعيد جدا، وعقبال ما نستكمل باقي الخدمات في كل افرع النادي. على فكره حتى الخدمه البنكيه اللي الاهلي بيقدمها لاعضائه جزء من الدور المهم جدا للناس اللي عايزه تعمل عضويه في الاهلي، لانه يمكن اللي مش اعضاء في النادي ما يعرفوش انه الخدمه البنكيه بتمتد 7 ايام، يعني حتى الجمعه والسبت شغالين، البنوك شغاله، مفيش حاجه كده. طيب عموما فرقه الاهلي طبعا حضراتكم عايزين تطمنوا عليها، اخر استعدادات الفريق قبل لقاء بلاتينيوم بكره الصبح، يتوجهوا الى بولاوايو المدينه اللي هتستضيف المباراه. معنا من هراري موفد قناه الاهلي الزميل فاروق صلاح عشان يحطكم في تفاصيل استعدادات الاهلي لهذه المباراه المهمه جدا. يا فاروق مساء الخير. فاروق مساء النور استاذ ابراهيم، مساء النور على حضرتك، مساء النور استاذ ابراهيم. مساء الخير اتفضل. تحياتي وتحيات المهندس استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك طبعا والباشمهندس عادل القيعي والكل مشاهدي ومتابعي شاشه. ايه يا عصفور الكناري مالك؟ اتكلم سامعين. تحياتي لحضرتك والمهندس عادل القيعي والكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من زيمبابوي وبالتحديد العاصمه هراري، مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. حاله من الجديه، حاله من الاصرار، حاله من التركيز بتفرض نفسها على بعثه فريق النادي الاهلي وعلى لاعبي النادي الاهلي من اجل تقديم مباراه تليق باسم النادي الاهلي وتحقيق انتصار بمشيئه الله على فريق بلاتينيوم في المرحله الرابعه لدوري المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله الغائبه عن النادي الاهلي ان شاء الله يتمنى التتويج والفوز بها هذا الموسم. خليني يعني اقرب حضراتكم من الاحداث اكتر. النهارده الفريق ادى مرانه الثاني على الاستاد الوطني بزيمبابوي، استاد الوطني بهراري. المران الاول كان اداه فريق النادي الاهلي امس في تمام الساعه 5:30، وكان من الامور المهمه جدا يعني بعد الرحله الطويله الشاقه اللي كانت استغرقت اكتر من 12 ساعه، كان في حرص من لاعبي النادي الاهلي على الاداء المران بجديه وبتركيز على الرغم من سقوط امطار. يعني شفنا تغير الاجواء سريعا في هراري بالتحديد، يعني ما بين حراره الجو وارتفاع نسبه الرطوبه ثم سقوط امطار وامطار بغزاره، لكن لاعبي النادي الاهلي كان عندهم حاله من الاصرار، حاله من الحماس على اداء المران. النهارده الفريق ادى ايضا مرانه في تمام الساعه 3 عصرا على ملعب الاستاد الوطني بهراري. ابتدى المران مستر ريني فايلر حرص على يعني شرح بعض الامور للاعبين وحثهم على اهميه اللقاء وضروره تحقيق الانتصار في هذا اللقاء، ثم
انطلق المران بدأ الجزء البدني مع مستر توماس، ثم بعض الجمل الفنية اللي بيبقى حريص عليها مستر ريني فايلر. واضح ان هو يعني دارس فريق بلاتينيوم، وكان اتفرج مرة تانية على اللقاء اللي كان اقيم ما بين الاهلي وبلاتينيوم على استاد السلام. النهاردة كان في تركيز شوية على الكرات العرضية والكرات الثابتة وكيفية استغلالها، ايضا عملية التحضير اللي النادي الاهلي بيعملها في منطقة خط الدفاع، المنطقة اللي ما بين قوس 18 ودايرة السنتر، وبيبقى حريص عليها النادي الاهلي ان هو يبدأ من خلالها الهجمات. حالا من ارتفاع الروح المعنوية يا باشمهندس والاستاذ ابراهيم عند لاعبي النادي الاهلي، بنشوف تألق النهارده، بنشوف مروان محسن اللي بطمن من خلال حضراتكم جماهير النادي الاهلي عليه. مروان ان شاء الله يعني كان هناك بعض الشكوك في لحاقه بالمباراه، لكن مروان موجود معانا باذن الله، وادى مروان اكثر من رائع، وهيكون واحد من العناصر ان شاء الله تكون موجوده في اللقاء بصفه اساسيه. ايضا التألق من عمرو السليه، التألق من اليو ديانج، احمد فتحي، وليد سليمان، وجونيور اجايه. زي ما قلنا مستر ريني فايلر بيحاول ان هو يستغل اكثر الكرات العرضيه، الكرات الثابته. من الامور المهمه ايضا يا باشمهندس اللي احنا يعني عايزين من خلال حضراتكم طبعا من خلال قناه النادي الاهلي، ان احنا نوجه شكرنا لمسؤول السفاره المصريه ممثله في معالي السفير محمد فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بزيمبابوي على المجهود المبذول مع بعثه النادي الاهلي، المهندس ابراهيم القفراوي رئيس البعثه، والكابتن سمير عدلي، والكابتن سيد عبد الحفيظ. وايضا من خلال القرار المهم جدا اللي تم اتخاذه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي او مسؤول النادي الاهلي في ان يكون اقامه الفريق في اول يومين خلال هذا البعثه، ان يكون اول يومين في هراري. ده فريق جدا يا باشمهندس واستاذ ابراهيم، فريق جدا مع لاعبي النادي الاهلي، اقامه طبعا هنا في هراري في اول يومين فرق كتير جدا مع لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله الانتقال هيكون غدا لمقاطعه بولا وايو اللي هيقام عليها اللقاء، وهي بالظبط بتبعد عن مقر عن هراري ب 435 كيلو متر. هيكون الانتقال بطائره خاصه تم توفيرها من قبل النادي الاهلي، طائره خاصه هيستقلها فريق النادي الاهلي في تمام الساعه، يعني الساعه 11:40 دقيقه صباحا هيستقلها فريق النادي الاهلي. يعني المسافه تستغرق من 50 ل 60 دقيقه، هيصل بعدها فريق النادي الاهلي لمقاطعه بولا وايو، وهيبدا ان شاء الله اولى تمارينه او مرانه هيكون في تمام الساعه 4 عصرا على الملعب اللي هتقام عليه المباراه. في جلسات بيعقدها الاستاذ ابراهيم القفراوي عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه مع الكابتن سيد والاستاذ الكابتن سمير عدلي ومعالي السفير محمد فهمي، اللي حريص ان هو يكون متواجد كل يوم في مقر الاقامه في التمرين. كان متواجد بالامس في مران الفريق، وكان متواجد النهارده، وبيحاول ان هو يجمع افراد الجاليه المصريه والعربيه، وهيكون متواجد هيسافر معانا ان شاء الله على الى مقاطعه بولاوايو غدا بمشيئه الله. بيحاول ان هو يجمع كل افراد الجاليه المصريه والعربيه والاتصال علشان الجميع يكون في مؤازره ومسانده النادي الاهلي. ايضا قام معالي السفير محمد فهمي بطباعه اعلام النادي الاهلي يعني على نفقاته الخاصه من اجل ان يكون موجود مع افراد الجاليه المصريه. ده دايما عهدنا بكل من ينتمي يعني لبلدنا الغاليه مصر، وده الحب الموجود للنادي الاهلي. ايضا معالي السفير محمد فهمي صرح لنا ان هو واحد من مشجعي النادي الاهلي، وصرح معانا على قناه النادي الاهلي ان هو سعيد وفخور جدا مع حضرتك يا باشمهندس. بص يا فاروق، دلوقتي هل في اي معلومات عن تغيير اوضاع او لعيبه جديده او لعيبه مشيت بالنسبه للبلاتينيوم عندكم؟ في انت قدرت ترصد معلومات في هذا الشان ولا لا؟ هو تم رصد بعض المعلومات بالفعل يا باشمهندس. الامور دي وصلت طبعا لمستر ريني فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ، حتى اتكلمنا فيها النهارده مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. قال بالفعل احنا عرفنا ان في اربع لاعبين تم قدومه، في اربع لاعبين طبعا تم استبعادهم من المجموعه اللي شاركت في اللقاء الاخير، وايضا تغيير الجهاز الفني لفريق بلاتينيوم. قال كلها امور هي بتزيد من صعوبه اللقاء في ظل الاجواء، ولكن لاعبي النادي الاهلي دايما بيتمتعوا بالكثير من الخبرات، سواء التعامل مع اجواء المباراه، اجواء الملعب، اجواء الطقس هنا في زيمبابوي، وتغير اجواء يعني تغير الجو بكل فصول السنه بنشوفها في يوم واحد. ولكن يعني اكيد الامور دي كلها الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر ريني فايلر وضعها في الحسبان، والواضح جدا ان النادي الاهلي ملم جدا بكل التفاصيل الصغيره والكبيره في فريق بلاتينيوم، سواء اللعيبه اللي رحلت او اللعيبه اللي تم استقدامها، وايضا في لعيبه تم استخدامها ولكن مش هتشارك في هذا اللقاء، وايضا الجهاز الفني الجديد يا باشمهندس. طيب فاروق، درجه الحراره عندك، هل الامطار فعلا درجه الحراره بارده ولا امطار بدون حراره؟
هو الأهم هناك الملعب. يعني نقدر نقول امس يا استاذ ابراهيم درجه الحراره كانت ما بين 27 درجه ل 15 درجه، سبعة الدرجه العظمى والدرجه الصغرى، ومع حراره الجو شفنا سقوط امطار، وده دي الطبيعه، الطبيعه هنا في زيمبابوي ان سقوط الامطار بيبقى مرتبط بحراره الجو، يعني الاجواء مختلفه تماما عكس الاجواء في مصر، يعني الاجواء اللي بيعيش الطقس في مصر البرد والصقيع وسقوط الامطار، هنا الاجواء النهارده كانت مميزه جدا، درجة حرارة الجو 26 درجة، وكانت درجة الحرارة الجو ملائم جدا، ما كانش فيه سقوط أمطار. أيضا من المحتمل أن يعني خلال يوم الجمعة إن شاء الله غدا ويوم السبت درجة الحرارة هتتراوح ما بين 24 ل 27 درجة مئوية، دي الدرجة درجة الحرارة، لكن الطقس هنا نقدر طقس ملائم إن شاء الله، ويكون يعني نحاول بس مشيت لنا نتجنب سقوط الأمطار، لأن يا أستاذ إبراهيم سقوط الأمطار لما بيبقى في سقوط امطار بيبقى امطار بغزاره اللي شفناها في الملف في المران امس، يعني ان شاء الله نتجنب موضوع سقوط الامطار، لكن باستثناء هذا الامر الطقس هنا اكثر من رائع وطقس مميز جدا، يعني امس كان في ارتفاع نسبه الرطوبه، النهارده الدنيا اقل، غدا الجمعه ويوم السبت هتكون نسبه ودرجه الرطوبه اقل بكتير. طبعا بلاتينيوم في العاصمه ما فيش احساس بشعبيه ليه، مش كده؟ جماهير العاصمة، جماهير العاصمة جماهير العاصمه، خليني اقول لحضرتك ان يعني منذ وفود لاعبي النادي الاهلي الى هنا الى زيمبابوي الجميع في حاله ترحيب تام بالنادي الاهلي، جماهير دينامو زهراري بالمناسبه بعض الجماهير من جماهير دينامو زهراري بيرحبوا بالنادي الاهلي وجايين ان هم يؤازروا ويساندوا النادي الاهلي، فريق بلاتينيوم يعني مش بيتمتع بشعبيه كبيره في زيمبابوي او في هراري بالتحديد، ولكن نقدر نقول كافه الجماهير الزيمبابوي جماهير زيمبابوي ودينامو زراري الجميع عندهم حاله من الشغف لمتابعه النادي الاهلي، وكلهم بيتابعوا اخبار النادي الاهلي، ويعني سالوا اكثر من مره سواء مع معالي السفير او الكابتن سعيد على النادي الاهلي وحاله لعيب النادي الاهلي، الامور المهمه جدا هي حاله الود اللي موجوده عند شعب زيمبابوي في كل مكان احنا بنروحه للفريق، الجميع بيرحب بالنادي الاهلي، يعني ان شاء الله الجميع بينتظر المباراه، طبعا قيمه واسم النادي الاهلي والامور اللي حضراتكم كنتوا بتتكلموا فيها عن قيمه واسم النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي والدور اللي بيبذله مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين، ان شاء الله امور كلها تكلل بالنجاح. ايضا استاذ ابراهيم والبشمهندس في لقاء ان شاء الله يكون موجود مع حضراتكم عن مع الدكتور خالد محمود عن طبيب النادي الاهلي، اتكلمنا فيه في كل الامور، اطمنا من خلاله على حاله اصابات اللاعبين سعد سمير وحمدي فتحي ورمضان صبحي وحسين الشحات ومحمد محمود ومحمود وحيد واقرب اللاعبين اللي ان شاء الله قلنا فيه كل التفاصيل، طمنا على حاله اللاعبين الاهلي الطبيه، وايضا لقاء مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي رئيس بعثه النادي الاهلي، اتكلمنا فيه في كل الامور وكل التفاصيل، ووضح من خلاله الكثير من الامور، لقائنا هيكونوا موجودين مع حضراتكم ان شاء الله، وكل جماهير النادي الاهلي هتتابعهم وتعرف كل التفاصيل من خلال حضراتكم. متشكرين جدا يا فاروق. ملك وكتابه ان شاء الله اول جداً. ما يجهزوا هنعرضهم يا فاروق. شكرا جزيلا للزميل وتحياتنا لكل البعثه موفد قناه الاهلي الى هراري، اعتقد حط حضراتكم في الصوره بالكامل حول اوضاع الاهلي في زيمبابوي، وباذن الله كل التوفيق في مباراه السبت ان شاء الله. زي النهاردة ولكن في 8 يناير 37 بدري قوي الأهلي فاز على الزمالك 5-1، كانت المباراة في بطولة دوري القاهرة، سجل منها عبد الكريم صقر 3 أهداف والكسار هدفين. لفت الأيام فترة طويلة جدا برضو 8 يناير بس 2018 الأهلي بيفوز على الزمالك 3-0، كانت المباراة في الدوري سجلها مؤمن زكريا إن شاء الله ربنا يعيده بالسلامة ويتم شفائه بإذن الله من رحلته العلاجية، وعبد الله السعيد ووليد أزارو. نفكر حضراتكم بثلاثية الأهلي في شباك الزمالك في 2018. هيعتمد أتصور على اللعب الجماعي وانطلاقة ودخل وليد سليمان، هلا بالعرضية، عرضية هوبا، افتتحناها بدري قوي 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 قوي. يا سلام عليك يا مؤمن، يا سلام عليك يا مؤمن، يا اللي مسافر الامارات بعد الماتش ده
اتعملت عرضية جميلة جميلة من وليد سليمان في الدقيقة الثانية. ايه الافتتاحية الغريبة دي؟ ده افتتاحية غريبة ومبكرة جدا جدا جدا. دخل مؤمن اخدها كده بمنتهى القوة وليد سليمان ودخل لجوه ما قدرش يلمسه والعرضية لوحده خلص. ادي بصتك، ايوة، وادي نفختك، وادي لحيتك، ادي انت كلك، نورك وظلك، ادي انت كلك نورك وظلك، وايه وايه وحطيتك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الليله الحمراء، يا نهار ابيض على الليله الحمراء. ادي بصيتك، وادي نفختك، وادي لحيتك، ادي انت كلك نورك وظلك وحطيتك. حطها السعيد ابن السعيد. حلوه 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 حلوه. سبحانك يا رب وسبحان مغير الاحوال من حال الى حال. قلت لحضراتكم الزمالك ماسك كوره وبينقل ومستحوذ ومتمكن. يتدخل رامي ربيعه وخطيره 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 وخطيره، والهدف وليد ازارو والهدف. يا نهار ابيض بالثلاثه بالثلاثه يا حبيبي بالثلاثه. يا نهار ابيض، ما عملهاش في اخر الشوط الاول، قال اعوضها في اول الشوط الثاني. يخرب عقلك يا راجل، لكن القطع حلو قوي قوي قوي، واللمسه من وليد سليمان بوش رجله الخارجي مفيش اجمل من كده. واي اي 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 3-3 3-3. يعني عندما يصيب نسعد، وعندما زي شأن المهاجمين الكبار بيجيبوا بيضيعوا. أزار يمكن أكتر سنة، لكن هو لعيب مهم وبيوصل للجون بأسرع الطرق وأقصرها. مهاجم خطير بالتأكيد، وزي ما احنا شايفين يوم كان جميل بالتأكيد. وإن طال السفر هو إيه؟ بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. وإن طال السفر، طبعا صنعاء وإن طال السفر، لكن هنا الأهلي وإن طال السفر. الأهلي يبقى حيا بذكراه وبقيمته وبصمته وبتأثيره وبتاريخه وبعلاقة ولاده أو كل من انتسب إليه حتى وإن طال السفر. طال السفر على الأنجولي أمادو فلافيو، طال السفر على البرتغالي مانويل جوزيه، لكن ما إن جاءت الفرصة والمناسبة حتى تدفق الاثنان بتعبيرات رائعة جدا عن النادي الأهلي وعن ذكرياتهم. اللي مان فلافيو في استضافة الكابتن أحمد شوبير ليه قد إيه كان فعلا عنده إحساس بالشوق للنادي الأهلي. شوف فلافيو كشخصية صعب تاخد اللي جواه. كتوم، هو كان يحط السماعة ويسمع مزيكا ويعيش مع العالم. ما سمعتوش له صديق قريب منه وائل جمعة، ده اللي كان يهزر شوية معاه وكان بيقبل هزار. مركز زيادة عن اللزوم، محترف قوي. ما تعرفش يعني شخصيته قوية قوي، شخصية قوية محترفة بيديك حقك مش بتاع لك وعجل. ولذلك لما يقول كلمة تبقى موزونه قوي. يعني هو من الصفقات الحقيقه اللي اسعدت النادي الاهلي فنيا وماديا وعلى كل خليني افكرك بحاجه. يوم ما الاهلي كان بيتعاقد مع جيلبرتو ومع الرجل الثاني، كان جيلبرتو مين؟ ايفيلينو. كان فلافيو موجود معاهم على المنصه جاي فسحة. احكي لك القصه دي. احنا في الاول خالص مستر مانويل عايز فيرود. تمام. لما لعبنا بيترو اتلتيكو هناك 2001 غلبونا، غلبناهم 3-1. هو افيلينو اللي جاب الجون، وهو كان رقم واحد افيلينو في منتخب انجولا.
انا بقلب في مجله الفرنت وورلد سكر، كان لسه بطوله افريقيا تحت 19 سنه خلصانه اللي كانت في اثيوبيا. فاكر انت اللي طلعنا فيها الثالث؟ أيوة. بحيله كده ملاش، كان المفروض نلعب الفاينل. غلاء كسبنا ما يعني. كان الكابتن حلمي طولان؟ لا دي كانت تصفيات بتاعت حلمي طولان. وصلته بعد كده انه لعب الفاينل. ايوه البطوله دي. فلقيت ان اختاروا جيلبرتو افضل لاعب، وقعدوا كتبوا شابتر جامد جدا، اللاعب ده لعيب واعد جدا. فاتكلمت مع الكابتن صالح، قلت له هو عايز افيلينو، بس انا يعني في لعيب تاني كمان عجبني جدا ومكتوب عليه كويس، وهو صفت الله يرحمه. كان الله يرحمه كابتن صفت راح راح، كان النادي بعته اتفرج على البطوله عشان يرشح. فانا ما سالت صفت على عليه، قال لي ده انا حاطه رقم واحد عندي في الترشيحات. لفت نظره جيلبرتو. فكابتن سال صفت قال له ايوه ده لعيب واعد جدا جدا، بيلعب نص ملعب من ناحيه الشمال و... فقال لي طب شوف مستر مانويل. كلمت مستر مانويل قال لي يعني بس انا عايز افيلينو الفيروت. قلت له طب لو قدرت اجيب لك الاثنين. قال لي لو جبت الاثنين اوكي انا موافق، بس لو جبت واحد يبقى افيلينو، ده اللي انا محتاجه. قلت له اوكي. وقتها كان الله يمسيهم بالخير الاثنين، المهندس ابراهيم المعلم والاستاذ منصور، ياسين منصور. كان الاستاذ ياسين منصور كان متفقين مع الكابتن صالح هيرصد مبلغ ان احنا نحطه نجيب بيه لعيبه، وبعدين اللعيبه دي كل ما تتسوق نحجز مبالغ تفضل باستمرار دعم مستمر لصالح الفريق، لصالح التعاقدات الجديده الافارقه. ايوه. فلما بعتنا جبناهم بعتوا حاجه اسمها فريق التفاوض اول مره. بعتوا اثنين محامين، منهم واحد قصير يعني كان سفايف كده اسمه ماريو، كان حاجه صعبه جدا. تاني كان جد، بس لفت نظري نزل ثلاث لعيبه من المطار، وانا رحت المطار استقبلهم. واحد بقى فاتح صدره كده ولابس جنزير ذهب كده وبتاع، فلافيو. مين ده؟ قالوا لي فلافيو جاي معاهم. هو بقى ايه ماريو ده عمل ايه؟ فقلت له مين ده؟ قال لي لا انا مش جايبه لمصر، ده مش ده للعرض فقط. لا هو ده كان ذكي جدا ماريو ده. قلت له، قال لي ده مش جاي لمصر، انتوا ليكوا الاثنين لعيبه دي مالكش دعوه. ده فلافيو ده مهاجم صاعد ومهاجم قوي جدا، بس انتوا مش هتقدروا عليه يعني. طب انت جاي مالكش دعوه بمصر. لقيته طابع صور لفلافيو وبيوزعها في المؤتمرات الصحفيه اللي اتعملت له. جاي يسوقه. فجاي يسوقه. فطبعا المهم يعني طلب فيه مبلغ كبير جدا في فلافيو. وهو كان مستر مانو مركز على فيلينو. فيلينو. فعملنا خلصنا جيلبرتو، خلصنا فيلينو. فيلينو جه فيلينو جاله مرض. فيلينو. في حاجه اسمها كارير، بيبقى حامل الفيروس او كامل لكن مش عيان، حاجه اقرب للسل كانت. حاجه في الصدر في الشعب الهوائيه. فما اداناش اللي احنا عايزينه، وقعد مده يتعالج، وبعد كده ايه احنا رحنا مسويين واستردينا جزء من المبلغ ورجعناه لهم، هم طلبوا ان ياخدوه تاني، وكمل جيلبرتو بالمشوار الرائع بقى. قعدنا ندرب، نجيب في ماكي ونجيب في بينيو ونجيب في كاستيلو، ونجيب سنتين جربنا نجيب 3-4 لعيبه، وكل واحد بنجيبه 6 اشهر قابله للامتداد عشان ايه؟ إذ ربما اذا نفع معانا يكمل، ما نفعش يبقى ما خسرناش كتير. بعد التمرين مره كده كنا مسافرين كمان يومين رايحين نلعب في نيجيريا انيمبا. انيمبا كان الفريق اللي بقاله سنتين بيكسب وما كانش حد غلبه في ملعبه خالص. فقلت خدت احمد عبده ودخلنا مستر مانويل بعد التمرين، قلت له مستر مانويل ما تيجي نفكر في لعيب كان كذا، قعدت اوصف له، قال لي انا فاكره ده. قال لي ده يبقى افيلبل متاح دلوقتي ولا لا؟ قلت له خلي احمد عبده عندك نمرت الاتحاد الانجولي جابها. المهم كلمنا الاتحاد الانجولي وكلمنا
فلافيو قال لا لسه، بس في عنده عروض من الخليج. من الخليج؟ قلت له بص يا مستر مانويل، انا عايز اسافر بكره ولا بعد بكره بالكثير اكون في انجولا، وسيب لي احمد عبده. قال لي ازاي اسيبه لك وانا عندي ماتش في انيمبا في نيجيريا وانا محتاجه؟ قلت له امتى؟ قال لي احنا مسافرين بعد بكره. قلت له خلاص هو يطلع معايا، محتاجه يوم واحد بس، لان هناك بيتكلموا برتغالي بيتكلموا مش هعرف اكلمه انجليزي يعني. يوم واحد نقعد مع المسؤولين، نقعد مع فلافيو، نخلص الكلام وهو يسافر، انا وانا اقعد انا اخلص اجراءاتي. وده اللي حصل. قلت له خلصت، انا رحت الاوتيل، شوف الشخصيه بقى. طلبته جالي، يعني وصلنا الساعه 6 7 كان عندي في الاوتيل هو ومسؤولي نادي بيترو اتلتيكو، المسؤولين بقى الرئيس والبتاع، ما فيش بقى تيم التفاوض ده. تيم التفاوض ده كان تبع الشركه اللي بتدير اللي مالكه، اللي شركه بترول مالكه بيترو اتلتيكو. تك تك تك، فاضل له 6 اشهر بس جاي له عقد، وروني الفاكس من احد الانديه الخليجيه. فلافيو قال لهم لا، لو النادي الاهلي انا اروح مصر. قلت له يعني انت لو كده خليك مصمم عشان نقدر ناخدك بمبلغ معقول، لان انا مش هقدر انافس الانديه الخليجيه في الفلوس. المهم اتفقنا بالليل خلاص، 200,000 دولار للنادي وهو هياخد 70,000 دولار. ما اتكلمش، ما اتكلمش في حاجه، عايز يعني خلاص هو محدد هدفه. خلصنا كل حاجه، طب اكتبوا العقود. الساعه 1 بالليل كنت واخد معايا عقود بقى مكتوبه بكل بياناتي انا، بس ناقص بيانات في لافيو والمبالغ سايبها على بياض. حطيت الكلام ده كله، واحمد عبد هو كتبنا خدوا بقى اختموا الكلام ده وهاتوه لي بكره. هم مضوا بالاحرف الاولى كده عليهم، وبعدين اتفقنا الساعه 11 الصبح نتقابل. على الساعه 1 كنا مخلصين كل حاجه، ورحت السفاره عشان اجهز له التاشيره، يحصلنا على طول على مصر. في قصه تانية يعني، انا كنت قلقان من حاجه واحده بس، لاحظت ان هو قرطه هنا في بقليله كده. فروحت بقى السفاره سالت الملحق التجاري، هو كان لعيب في نادي الزمالك زمان. الزمالك كان قبلنا ب 10 ايام موجود، كان بيلعب ماتش في افريقيا. قال لي انا كنت لعيبه بتاع. قال لي انت فعلا خلصت في فلافيو؟ قال لي ازاي؟ ده الدنيا هتتقلب هنا. قلت له والله خلصت خلاص، وادي وريته العقد وبتاع. قلت له بالمره اختمه لي من السفاره عشان تقرا وتطمن على كل حاجه. تك راح خد. قلت له عايزين بقى التاشيره. قال لي لا ده لعيب بس. قلت له ايه دي؟ قال لي هو عامل حادثه ضغط جامده جدا من 6 اشهر بالعربيه ونفد منها باعجوبه. الحقيقه قلقك؟ اتخضيت، لان كان في عندنا نموذج قبل كده للعيب واعد جدا كان عامل حادثة دي تقريبا اثرت على مستقبله. المهم نزل فلافيو، وده يمكن يفسر بعض الشيء الفتره الاولانيه اللي ما كانش فيها توفيق عنده. لان دي راحت بعد شويه. الخبطه دي راح بعد شويه، ابتدى ينطلق فلافيو. لعيب والحقيقه مستر ماف اليه كتير واستفاد منه كويس جدا. وشخصيه بقى عاقله يعني. احنا كلفناه 270 الف في 4 سنين كان عقده، و200 الف للنادي بتاعه. لما راح الشباب في السنه الخامسه بعد ما جدد لنا خدنا فيه 2,750,000 يورو. 2,750,000 يورو بعد كل البطولات وكل بعد البطولات كلها اللي جابها لنا في 5 سنين دي. فلافيو في 4 مواسم جاب كام بطوله؟ 16 بطوله. اخضر فتره في تاريخ النادي الاهلي في البطولات. الفتره الخصبه. وجلبرتو كمان معاه عمل عماد متعب وبتاع. ده الدماغ اللي هي كانت متركبه على رمان بيلي. انا ما شفتش لعيب على مستوى العالم صحيح بهذه المهاره. صحيح. في ضربات الراس. التكنيك بتاعه غريب غريب، ويميل بظهره ويميل بوسطه ويغير كده وبعدين فكره دي تتحط هنا ودي تتحط هنا ودي انت عارف اول سنه لما جابوا الجون هنا في المحله قال لك جابها بظهره بصدفه. اتضح ان هي دي مهاره من مهاراته، انه بيلعب بكل جزء من جسمه. فهو دماغه فلافيو او اماد فلافيو 4 مواسم للاهلي سجل فيهم او شارك مع الاهلي في تحقيق 16 بطوله
في اربع مواسم، يعني بيوقع اربع بطولات في السنه، يعني مرحله من حقه فعلا يفضل دايما وابدا فاكر امتع فترات حياته هو وجلبرتو. في الاربع مواسم سجل لعب كم مباراه؟ بصوا بقى الجاهزيه باستمرار 163 مباراه في الاربع مواسم، يكاد يكون مغيبش مباراه، يعني ال 163 مباراه سجل فيهم 58 هدف وصنع 28 هدف. ال 16 بطوله ما شاء الله، اربعه دوري واثنين كاس مصر واربعه سوبر محلي، فاز مع الاهلي في افريقيا بثلاثة دوري ابطال وثلاثة سوبر افريقي، ثلاثة في ثلاثة على طول. عالميا طبعا كان واحد من الجيل الذهبي اللي فاز مع الاهلي ببرونزيه كاس العالم للانديه 2006. شارك زي ما قلت لكم في 163 مباراه، محليا كان في الدوري لعب 97 مباراه في الدوري، سجل 35 هدف في الدوري وصنع 31 هدف في الدوري. في كاس مصر لعب 7 مباريات سجل فيهم هدفين، والسوبر المحلي لعب 3 مباريات. في افريقيا بقى حدث ولا حرج، 50 مباراه افريقيه لفلافيو بالفانيلا الحمراء، ال 50 مباراه فيهم 45 في دوري الابطال ومباراتين في الكونفدراليه وثلاثه في السوبر. سجل في المشاركات الافريقيه مع الاهلي 18 جون وصنع 6 اهداف. عالميا طبعا شارك في كاس العالم للانديه 3 مرات، لعب فيهم 6 مباريات سجل 3 اهداف وصنع هدف. كابتن احمد شوبير عمل حوار مهم جدا مع فلافيو، بيتكلم في اون سبورت احمد فلافيو عن مدى شوقه لمصر وعن لحظات الفخر ليه اللي مازال فاكرها بعد 10 سنين، نشوفه. امادو وانت جاي مصر، يعني بقالك قد ايه سايب النادي الاهلي؟ رجعت كام مره؟ وكل مره وانت بتنزل مصر كده بتبقى حاسس بايه؟ بالنسبه لي ده شو جامد، احس بشو. اعتقد ان مصر كانت بيتي الثاني، في بيتي الثاني او وطني الثاني، عملت صداقات كثيره جدا، كان لي اصدقاء كثير ودايما كانوا بيرحبوا بيا، ودايما الشعب المصري والمشجعين المصريين كانوا بيرحبوا بيا وبيستقبلوني كان واحد منهم. بحس ان انا في بيتي لما اكون هنا. اكيد الناس شافتك في الشارع، شافتك في الفندق، المداعبات، الكلام اللي بيحصل بينك وبينهم، احكي لي بيحصل ايه من ساعه ما جيت مصر المره دي وانت جاي في مناسبه جميله؟ يعني ببساطه الناس عارفاني طبعا كويس، دايما بيحبوا يتصوروا معايا، وطبعا بيجاملوني بكلام جميل، يعني بكون شاكر ليه جدا وبحس بفخر دايما من بعد 10 سنين لسه الناس فاكراني لحد دلوقتي، وانهم حاطيني في قلبهم. يعني شوف، هو شوف ما تحسش ان يعني هو مش سخن، مش يعني هادي جدا جدا، لكن عميق، يعني مشاعره عميقه جدا، وهو فعلا بيتكلم صح، يقول لك الناس دي فاكراني، وكل ما باجي بحس ان ده بلدي التانيه وبيتي التاني، وكلام ما قالوش وهو ماشي، ويجي بعد 10 سنين يقولوا. يعني فلافيو حاجة من الروائع، وهو ولما تقول فلافيو تقول لازم جيلبرتو. صحيح. ها؟ الدويتو. طيب، بمناسبة حتى كلامه بالدفاع عن مصر، وإن هو بيعتبرها بلده التاني بجد، وإنه دايماً وأبداً مهتم إنه يجي مصر ومهتم إنه يشوف النادي الأهلي، كابتن أحمد شوبير سأله عن مشكلة الديانة، هل اختلاف الديانة حسسته بأي مشكلة في مصر ولا لأ؟ كلام مهم، نشوف رأي فلافيو فيه. وجودك في وسط النادي الاهلي، وجودك في وسط مصر، وموضوع الديانات، هل سبب لك اي مشكله ولا بالعكس كنت شايف ترحاب وشايف محبه وشايف معامله اكتر من رائعه؟ ده في البدايه كنت اتميا ده بتعرفه على ما اخذت على الجو هنا، الموضوع ده كلفني شويه، لكني عمري ما حسيت ان انا مستبعد او حسيت ان انا مضطهد بسبب موضوع الدين ولا حاجه، واخدت على الناس بسرعه جدا، واخدت على العادات وتقاليد البلد اللي انا بعيش فيه. مصر بتمثل لك ايه؟
بتمثل كل حاجة ليها، بتمثل كل حاجة ليها في كرة القدم. ده المكان اللي حرزت فيه ألقاب كتير أكتر في حياتي، وعلى المستوى الشخصي وعلى مستوى الفريق. وفي حياتي بتمثل لي وجودي في مصر هنا، بتمثل لي تقريبا كل سيرتي الذاتية عملتها هنا في مصر. هو برضو الرد بتاعه أستاذ إبراهيم يعني بيعكس شخصيته. قال لك في البداية كان في صعوبة على التأقلم بس ما استمرتش كتير. نظرا لطبيعته هو المتحفظة. لكن طبعا موضوع ديانة دي مصر دي يعني بلد التسامح والحب واستيعاب الجميع. كمان النقطة التانية، هو أنت بتكلم واحد احنا عدينا له 16 بطولة في 4 سنين متنوعة. ومركز في كأس العالم للأندية، ثالث عالم ووسام. هو خد وسام مع النادي الأهلي. فاللي أنا عايز أقوله، هي دي البصمة اللي بيسيبها الأهلي على أي لعيب يجي. وكمان وده لازم كلام مهم جدا لازم كلنا نستوعبه يا جماعة، لأن ساعات لما يبقى الإنجاز بتاعك عالي قوي يعمل لك صعوبات في المستقبل. صعوبات في المستقبل، لأنه قياس ما نقدرش نقيس عليه. ما ينفعش أنك أنت الحقب اللي زي دي ما تتكررش كتير، مش سهلة، ولما تتكرر محتاجة فترة. لكن يستمر الأهلي على تفوقه، على حظه للبطولات، وهو الأكثر بطولات بس احتكار البطولات، الأهلي كان يحتكر البطولات. وهو وصل الامر ان يعني اتقال في بلاتر في بلاتر واحنا في اليابان لو تفتكر، لما قال لي عيسى حياته هو يعني انتوا ما عندكوش بطل الا الاهلي ماي فيفرت كلوب. ايوه ما يعني قال كده، ناديه المفضل. لكن ودي كانت مؤثره علينا بعد كده، ان تم اهدار بطولتين ورا بعض ما لهمش يعني مبخلص نروح من نادي الاهلي. ودلوقتي نفس القصه بتتكرر. كل ما الاهلي يجي يقرب في صعوبات، الاهلي باذن الله هيقدر بمجهوده يتفوق، بيعمل الفارق اللي ما يتلعبش فيه. يعني في فارق كده اعمل اللي انت عايزه، انا بالفارق ده انا فاكر بلاتر الكلمه، كنا احنا في الصالون بتاع الاستاد مش سمعت ما فيفرت كلاب دي بالظبط. طيب الانجازات اللي عملها فلافيو ما كانش هو وجيله الذهب الحقيقه يعملها بدون مدرب على نفس الدرجه من الجديه والرغبه والطموح والقدره والنظره استقبله انه يتحمله ويديله ويطوره ويراهن عليه ويتحدى بيه وينجح بيه جدا. كانت الكتابات عمال تسخر من فلافيو والفلافيوزم والفلافيوست، والكلام كان كتير جدا، ناس حتى من اللي بيتقال دلوقتي على لعيبه بتهدر فرص. طيب كابتن شوبير سال مانويل جوزيه على التليفون عن فلافيو، نشوف لقاء الاثنين بعد ما طال السفر. كان عندك رهان على فلافيو في المستقبل يا مستر مانويل؟ اعتقد ان هو فعلا كان قرار صائب، وانا صريت عليه وجوده، وهو فعلا نصفني يعني نصفني، وكان على قد التحدي اللي انا عملته. فلافيو حسيت قد ايه بمدى مسانده مانويل جوزيليك وانت لعيب، وانه رهانه عليك انه هينجح، وده حملك مسؤوليه اكتر؟ حسنا اعتقد ان انا ومستر مانويل فالو زي مستر مانويل ما اتكلم عني ان البروف سيمبر اكريتو ان مي وز ميوس كولاغ، لان هو كان عنده ثقه جامده فيا، وكذلك زملائي كان عندهم ثقه عمياء فيا برضه. واعتقد وافتكر اتذكر quando eu ia para férias no meu primeiro ano تذكر لما نزلت اجازه اول سنه o Mr. Manuel disse-me para
مستر مانول قال لي هدي نفسك ما تقلقش خالص كل الناس فاكرين ان انت ماشي لا لكن اراهن عليك وانا متمسك بيك وهتلعب معانا الموسم القادم واللي انا عملته بدات ان اشتغل على نفسي اكتر وعشان اوري الناس ان ثقته على قد المستوى. مستر مانويل الجانب النفسي في التعامل مع فلافيو كان أساسي بالنسبة لك عشان تقدر تخرج منه كل اللي حصل في الثلاث سنين اللي بعد كده؟ طبعا اشتغلت على الجانب النفسي جامد ما اشتغلتش على الجانب العقلي اشتغلت على الجانب النفسي معاه وحسيت ان هو محتاج سبورت مني محتاج مساندة ولذلك انا ركزت على الحتة دي وحاولت اديله دعم نفسي وهو ماشي في الأجازة ووعدته ده هيرجع تاني ودي كانت حاجة فارقة بالنسبة له كانت حاجة مهمة بالنسبة له وخلته يلعب أفضل في المواسم اللي بعديها وخلته يظهر أكتر. دي قيمة المدرب إن يبقى عنده نظرة ثاقبة وعنده قوة الشخصية اللي يقدر يفرض بيها أو يتصدى لشكوك عند الآخرين. ربما بعض المسؤولين كانوا ابتدوا يتهزوا يعني والجماهير ايضا والاعلام لكن مانوجيسي شايف الراجل اللي بيتمرن معاه ده بيعمل كل حاجه وربنا مش لسه ما وفقوش فعارف ان مساله وقت وبتطوير بسيط جدا. نفس فلافيو بيقول لك اشتغلت على نفسي نتيجه يعني زاوله ايه مش معقول الراجل ده ثق فيا انا مش هخذله فاشتغل على نفسه انفجر في الموسم الثاني بمجرد مع اول مباراه ما جاب جولين انا حسيت انا زي ما اكون المارد افتتح له الأمم بتاعه يعني بقيت حاسس ان القدرات الحقيقيه بتاعت الراجل ده وفضل يديله مستر مانويل وثقه ده في كره في وكان ماتش افريقي انفراد كامل من نص الملعب وبرضه يعني نفس القصه لما يبقى اللعيب مش موفق يبقى قراره فيه تردد غير بعد كده انك تشوفه بيبتكر التعامل مع الكرات العرضيه ده جاب جون اظن كان مع الهلال برضه وكان الماتش متأزم هنا جابها من اوضاع كانت مستحيله لا ده الجون ده بقى الجون ظهره الجون ده سيبك من الهيد بقى خلاص دي قضيه محسومه الجون ده كان الماتش متعقرب وبعدين الكره خدها انفراد الجون طلع له على حدود منطقة الجزاء بقى بينه وبينه 3-4 متر يوم يلعبها لب وهي على الأرض مش بتنط يرفعها بوش رجله كده من فوق دماغه أنا ما شفتش كورة فوق يعني لب كده من المسافة الضيقة دي كمان. وبالإتقان ده ومن من على الأرض من على الأرض وهو بيجري يعني راح شايل على وش رجله عاملها كده جون عجيب جدا من الأجوان لو يقدروا يدوروا عليه ويجيبوه الناس هتشوف صعوبة الجون ده الراجل ده كان فرود فلتة موهوب جدا فلتة وبعدين برضو يا اخي سبحان الله في ناس المناخ بتاع النادي الاهلي بيخليها تبدع هي دي يعني تصور اللي ما في لافيو ده اللي ما اتعورش خالص يروح مرتين في الشباب يتعور اصابتين فيهم صليبي وفيهم غضروف وما يقدرش يكمل لا يعني الكيمياء هي في كيمياء في المكان هي كانت هنا يعني سره هنا ممكن يبقى الارتياح النفسي العلاقات الشخصيه اللي مع اللعيبه ثقه المدرب فيه خلاص جمهوره الاتموسفير بتاع النادي كمان بينجح مش عايز اناقشها بص هي الفكره ايه حتى وان طال السفر دي مقوله الامام احمد بن حنبل صنعاء وان طال السفر فالاهلي وان طال السفر مهما بعد كل هؤلاء عن الاهلي لان هم اولا خامات طيبه جدا ثانيا المعاملات اللي لقوها في النادي الاهلي ودي رساله حتى للعيبه اللي بتتلقى عروض من النادي الاهلي اللعيب الجاد اللي عنده طموح وعنده رغبه في النجاح ده مناخ نموذجي ان انت تثبت فيه قدراتك وتحقق من خلاله اهدافك. كابتن احمد شوبير في هذا الحوار قبل ما نروح لاحمد شوبير في الحته دي انت يعني هوضحها في جمله في حاجه في الاقتصاد اسمها الاد فاليو او القيمه المضافه ايوه النادي الاهلي عنده دي بالظبط بابداع
عنده اد فاليو لاي عنصر يكون قابل للتطور. أيوة. وملتزم يضيف لك كتير يضيف له فيضيف له بالظبط. يعني الاهلي يديله يديله فياخد منه يضيف اليه فيستطيع ان يحصل منه صحيح. على افضل ما لديه. صحيح صحيح. الكابتن شوبير في هذا الحوار ما فاتهوش ومانويل جوزيه معاه التليفون انه يساله عن المقارنه مع ريني فايلر. شايف الاهلي مع فايلر ازاي وايه امكانيه ان يحقق فايلر ما حققته انت؟ نشوف راي مانويل جوزيه. برايك ايه في النادي الاهلي اليومين دول يا مستر مان؟ اعتقد انهم بيلعبوا كويس واعتقد انهم ممكن يكسبوا كاس افريقيا الجديد ومستواهم جيد في الموسم ده وعلى المستوى المحلي برضه بيلعبوا كويس جدا وكسبانين دي حاجه كويسه يعني. انا بتابعهم من بعيد وشايف المستوى كويس. لو الفينال هيبقى في القاهره فاعتقد انهم لازم هيكسبوا. الناس بيقولوا انه ريني فايلر هيعيد امجاد مانويل جوزيه، ايه رايك؟ هو مدرب كويس، مدرب رائع، واعتقد واعتقد ان هو مدرب رائع وهو فعلا هيبقى زي يعني هيبقى كوبيا من مانويل جوزيه تاني. من اهم ما قاله مستر مانويل جوزيه. ايوه انا بقول لك سؤال الراجل ده ما يعني ما بيقولش الا بصعوبه رايه في زميل الاشاده بالذات. ما هوش الراجل اللي يحب يعني يجامل خالص. يعني هو السنه اللي فاتت لما سئل عنها لاسارتي ولاسارتي بقى يعمل له كده ويتعاص منه يعني يقول له اديني من بركاتك تشعر انه ما دخلش دماغ مانويل جوزيه. لما سئل عن لاسارتي السنه اللي فاتت ما قالش كلمتين بالوضوح ده او ما قالش حاجه، بالعكس كان احيانا كتير ينتقد اداء الاهلي. لكن عندما يشيد ودي شيمه الكبار بقى الشخصيات الكبيرة العظيمة اللي واثقة في نفسها، مش بقى يعني ناس ايه يقول لك تقارنوا بجوسيه، يعني ممكن في ناس تتضايق. انت جاي تقول لي فايلر يعمل زي جوسيه يعني ممكن، لكن ثقة هذا العبقري مانو جوسيه في نفسه تخليه يكون ببساطة شديدة جدا يقبل ان يقارن بيه ويقول لك ايوه هو مدرب كويس وايوه النادي الاهلي دلوقتي بيلعب كويس وايوه يقدر يعيد امجاد مانويل جوزيه ولا غضاضه. لان الحقيقه مين قال ان انا لما اغني حلو مش عايز حد يسمع حد تاني؟ مفيش كده. اللي واثق في نفسه عايز كل الناس الابداعات، عايز يحاط بالعظماء. صحيح، صحيح. يعني انت لما تخش النادي الاهلي قياداتنا كلهم عايزين يحاطوا بالعظماء. صحيح. كابتن صالح كان ما تشوف المجلس اللي معاه عامل ازاي، وكابتن حسن، ودلوقتي ناس قامات سواء من رجال الاعمال او شخصيات الكبير كبير بمن حوله طبعا. فهو ده، ما تتكلمش بشكل سلبي على حد بنفسك ولا تتكلم بشكل سلبي على حد يقول لك فلان خليفه او نجم. مين قال؟ ما هو مش معقوله ان العالم ينضب بعد اي حد. فانا مبسوط جدا من هذا الحوار، اشكر الكابتن شوبير عليه واشكر مستر مانويل على هذا الشموخ وهذه العظمه وهذه الثقه. طيب، فتره التوهج القياسيه اللي عملها مانويل جوزيه مع الاهلي في الجيل الذهبي كانت فيها تقريبا ثلاث اطراف او اربعه موجودين دلوقتي. مدرب ناجح جدا وواعي جدا وعنده وجهة نظر فنية عالية، عنده رغبة ومطور. مانويل جوزيه كلامه عن ريني فايلر يصب في نفس الاتجاه، انه حد عنده تجربة وعنده رغبة وعنده عمل كبير ان شاء الله يكمله. النادي الاهلي من خلال ادارة التسويق وقتها حققت لمانويل جوزيه كل الصفقات اللي احتاجها ودعمت الفريق بافضل عناصر، ده اللي تم في التجربة الاخيرة. سيبنا من الاصابات لانها قدر، لكنه في النهاية تم استخدام العدد الرائع من اللعيبه. تم استخدام عدد رائع جدا من اللعيبه الهائله جدا المميزه. الاداره تحظى بنفس القيمه ونفس المدرسه اللي كانت شغاله ايام مانويل جوزيه، هي نفس المدرسه اللي شغاله دلوقتي.
بنفس الفكر الإداري تقريبا. إذن أنت بتتكلم على دعم إداري كامل، خامات هائلة جدا من اللاعبين، فكر مدرب عالي جدا، وراغب في صناعة إنجاز كبير. مانويل جوزيه قبل ما يجي النادي الأهلي ما هوش مانويل جوزيه لما اشتغل وحقق ونجح في النادي الأهلي، لا أسهمه ولا تصنيفه ولا حتى سوقه في المنطقة. وريني فايلر يسير في نفس الاتجاه برضه. إذن بنتكلم على أن التلات عوامل ثابتين، بس مانويل جوزيه تجربته وجيل أبو تريكة ووائل جمعة وبركات وفلافيو وهذا الجيل الذهبي كان عنده ثقة جامدة جدا عند الجماهير، دعم كامل جدا هو من الجماهير. هو انتزعها لحظة واحدة دون تحفظ، هو انتزع هذه الثقة. أنت بالذات أكتر واحد خط تجربة من اليابان لمصر، ده أنت اشتريت بتاع كده مسجل بتاع 300 ساعة يقدر 9 ساعات مع مانويل جوزيه انا فاكر 270 ساعة الساعة بتاعتك، وسجلت معاه من اليابان للقاهرة حديث صحيح. يعني فرهدت الراجل معايا والله، لو تيجي مرة نفرغه ونعرضه لازم نفرغه ونشوف الراجل ايه، جوانب انسانية وثقافية هايلة جدا. يعني انت اللي حكيته لي لو سمحت قول لي، انت نمت وصحيت انت وكابتن حسام البدري مرتين ده، انا قلت لك حرام عليك هتخلص على الراجل. يعني وهو مرحب، لانك سالته بتنوع، ما سالتوش عن الرياضه، ده انت سالته في الثقافه، كان معاك سالته كتاب. في الفن ده كان معاك، سالته في الادب، كان معاه كتاب بقول له ايه ده، قال لي ده ملخص اهم 100 كتاب غيروا وجه الارض او 10 كتب، قال لي بالمناسبه بينهم القران الكريم. يعني هو كان يعني راجل جاي يقرا كل حاجه، قراءته كانت عميقه جدا. طيب خلينا مره كده نعمل عنه فقره ان شاء الله، طلع لنا بقى الكلام، اجيب لك التسجيل يعني اذا دور الجماهير المهمه يا جماعه. انا بقول ده الجمهور الاهلي، عندكم الثلاث اربع اضلاع كاملين، لعيبه في منتهى الكفاءه العاليه جدا، جهاز فني اديكم شايفين نجاحاته وراي مانويل جوزيه حتى فيه وهو بره المسؤوليه، ودعم اداري ومسانده كامله. يبقى الثقه من الجماهير، ثقة الجماهير في الفريق، دعم اللعيبة باستمرار، مساندة اللعيبة كلهم، مين اللي بيغلط مين اللي بيضيع فرصة، مش ده الموضوع. ما ينفعش جمهور الأهلي يكسر مجاديف أي لاعب أو يقلل من شأن أي لاعب، محتاجين فعلا. أنا عايز أعرف بس مش لاقي لها تفسير يعني اللي بيكتب بشكل سلبي هو متضايق، بيتفرج على فرصة ضاعت تمريرة اتقطعت مدافع غلط، من حقه يتضايق. ما احنا بنبقى قاعدين مع بعض وانت بتتفرج بتقول آراء، لكن مش من الصح ولا من الحكمة مش من الحكمة إن أنا أحط رأيي وأنا منفعل بشكل سلبي في نفس اللحظة. ده تتلاقي في دقيقة كذا لا يا إخواننا يا راجل حل عننا، يوم يجيب جون يقول له ولو يعني معقولة جمهور الأهلي هو ده جزء منه يعني هي دي طريقة دعمه؟ لا أمال عشان كده محتاجين دعم، وحتى الناس اللي بتتكلم في الصفقات وبالدعم، الاهلي ما بيتاخرش بس بيلبي احتياجات الجهاز الفني او المدير الفني اللي بيحدده. اذا سالت اي حد ما فيش خمسه هيتفقوا على نفس الاراء. صحيح. طيب في اداره، انت ليه عادي الاداره تشتغل بدماغك انت؟ طب انا النهارده هقول لك بقى بمناسبه الاداره والاتفاق، النهارده اتحاد الكره عمل اجتماع لعدد من رؤساء ومندوب الانديه، انديه الدوري الممتاز، علشان يحسم موضوع الاستبدال وتغيير لائحة القيد وشوف الناس عايزة ايه. النادي الاهلي لما بيتكلم على مصلحة عامة، هذه المصلحة تبدت في هذا الاجتماع. كابتن محمد فضل والدكتور احمد عبد الله عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة او اللجنة الخماسية اللي بيرأسها الاستاذ عمرو الجنايني، اجتمعوا دعوا اندية الدوري الممتاز، حضر المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي والاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد والاستاذ سمير حلبيه رئيس النادي المصري والاستاذ فاز عريبي رئيس نادي طنطا والاستاذ احمد حسن نائب رئيس نادي سموحه والمهندس محمد عادل المشرف على الكره في نادي المقاولين. وكان الكلام واضح في ثلاث نقاط مهمين جدا. اولا الناس اتكلمت على انه اللائحه او شروط القيد اللي بدات بيها المسابقه لازم تنتهي. بسم الله ما شاء الله. ورفض اي تعديل في عمليه الاستبدال او غيره. وده كان يعني متفق معاها اتحاد الكرة في انه لا احنا بنستنير برايكم، بس كويس ان ده رايكم، انه انديه الدوري تتمسك بشروط المسابقه اللي بدات بيها، فبالتالي ده نفس الكلام المنطقي جدا والقانوني اللي الاهلي بيطالب بيه، حتى وان كان البعض بيقعد يفسر ده اللي انت عايزه. انت بتعد 7 8
من رؤساء الأندية. طب ما الأهلي رأيه معروف بالظبط، تقدر تحطه أكنه كان موجود هيقول كده، ومعلن موقفه معلن بالظبط، والزمالك رأيه معروف صحيح تقدر موقفه معلن يعني هيبقى له وجهة نظر ممكن تانية أو المقاس. لكن أنا بكلمك في إيه، دول مش يمثلوا فلسفيا لجنة أو رابطة أندية المحترفين، خاصة إن هي يعني بص الأندية مش في ناس من اللي قاعدين دول يتمنوا إن هو كان يبقى عندهم فرصة يجيبوا لعيبة في ورغم كده فضلوا المصلحة العامة. هذا هو الفكر اللي يطور، الفكر اللي ياخد الكرة المصرية ينقلها في حتة تانية. بالمناسبة بيقولوا لي الزملاء في الإعداد إنه هاني زادة كان حاضر ممثل لنادي الزمالك وانسحب ما كملش الاجتماع، لكنه الملاحظة ان دي حتى أندية شعبية، يعني انت بتتكلم في الاسماعيلي وبتتكلم في الاتحاد وبتتكلم في المصري وبتتكلم في طنطا طبعا، ونادي المقاولين بقيمته وبعرفته، خلي بالك ان بتتكلم في سموحة، لان هو برضو انت حتى لو فكرت في كده انك عشان تستفيد بلاعب ولا اتنين انت هتخل بميزان القوة بتهد. لو انت من الاول عارف كان هترتب اوراقك بطريقة مختلفة. صحيح. طيب كمان تم الاتفاق على نقطة تانية، مندوب الأندية أو رؤساء الأندية تكلموا في حتمية تطبيق تقنية الفار، الاستعانة بحكم الفيديو عشان حسم المشاكل، ومسؤول الاتحاد طمئنوهم على أنه العملية ماشية في شكل جاد جدا، وأنه في عروض من شركات كتيرة قدمت عروضها، أعتقد 10 أندية يمكن أجنبية قدمت عروضها للعمل مع أو للتعاقد مع الاتحاد لإدارة تقنية الفار، فبالتالي أكدوا لهم على أنه الأمور في اتجاه جاد جدا لإنفاذ هذا الوضع في بداية الدور الثاني إن شاء الله. محمد فضل بدون مقاطعة امبارح كان مع الأستاذ سيف ساهر وكانوا بيتكلموا على الحتة دي، فهمت منه إن في أجهزة وصلت المينا فعلا. صحيح، في أجهزة جت، يعني في خطوة تنفيذية جادة حصلت. ارجعوا للي قالوا مجلس إدارة النادي الأهلي من الموسم اللي فات، ورد مجلس إدارة المهندس هاني أبو ريدة وقال لك في مارس هنبحث. مارس راح وأبريل راح، دلوقتي المجلس الجديد بيؤكد على ده. لكن كمان النقطة الثالثة اللي اتكلموا فيها مندوب الأندية، تحفظوا على مستوى التحكيم، وقالوا إنه لابد من تغيير سياسة تعيين الحكام، لازم يعاد النظر لأنه الأخطاء كتيرة جدا والمحاسبات واجبة جدا. طمئنوهم على إن الموضوع فعلا محل اهتمام، ووعدوهم إن شاء الله تكون فيه عملية أفضل لتنشيط مستوى التحكيم والارتقاء به في الفترة اللي جاية. تثبيت المعايير يا أستاذ إبراهيم. آه. مش نفس المباراة يبقى فيها المعايير مختلفة. وكل مرة نتكلم أصل الحكم لو كان هنا كان شاف أكتر، طب ما هو مش هنا ليه؟ يا نقص في اللياقة يا نقص في الوعي. أو في الـ في الـ في الـ صحيح. فالمسألة ما ينفعش إن احنا نبرر. وأنا متأكد إن الكابتن جمال غندور عايز ينجح. صحيح. وهو يعني راجل يعني مختلف. انا ايضا متاكد انه لا هيخاف على اسمه طبعا يعني اسم كبير، ما انت لما تجيب واحد اسم كبير عارف تجربه محسوبة عليه فلازم يسعى للنجاح. اذا الفرصه مواتيه، كل المطلوب من الكابتن جمال غندور يعمل حاجه واحده وده حق التحكيم، يكون زي ما بيقولوا على مسافه واحده ومشاعر واحده مع كل الحكام، ها، ويكون محتضن اكبر قاعده من الحكام الجداد بتثقفهم. وواحده واحده بس مش على مدى طويل قوي هنلاقي تحكيم افضل عندما تتوحد المعايير ويكون في بقى ايه ثواب وعقاب. هتقول لي معلن، هتقول لي مش معلن، ما ينفعش انك الحكم يغلط وبعدين يختفي فيستفيد من الخطا الانديه الثانيه اللي هو اختفى بالنسبه لهم. أيوة. طب والنادي صاحب الحق ما خدش حاجه. تقنيه الفار سلاح بحدين، لا تزود التعصب والاحتجاجك والاشتعال اذا ما اتطبقتش صح، ويتحط لها ايضا المعايير ويتقال من اول يوم ايه الحالات اللي الفار يتدخل فيها ويبقى له كلمته بالظبط، وبعديها خلاص وايه الحالات اللي هيبقى رايه استشاري والحالات اللي من اساسها مش هتعرض. صحيح. طيب الاهلي لما بيقول مطالبه اهي نفس الانديه بتتبنى نفس وجهات النظر لانها فعلا منطقيه وقانونيه وعادله. اعتقد بيبقى كلام كويس انه تسمع راي لعيبه من انديه اخرى او فنيين من انديه منافسه رايهم في تجربه الاهلي. مهندس عدلي كان لفت نظرنا الى تصريحات مهمه او حوار للكابتن محسن عبد المسيح ظهير ايسر الاسماعيلي في العصر الذهبي. كنت
انت عايز تشوف رايه. هو اصلي انا ليه مهتم برايه؟ هو واحد من الناس اللي كان مسؤول في جهاز الكوره. ايوه في النادي الاسماعيلي. قريبا في النادي الاسماعيلي. ايوه. واسماعيلاوي جامد يعني. طبعا. فلما يتقال بقى ساعة التقييم الموضوعي رأي موضوعي نسمعه. يبقى مهم. نسمعه. عشان نوصل لحل لازم نواجه المشكلة. هي دي المشكلة. هي دي المشكلة. إن إحنا لازم نضع الراجل المناسب في المكان المناسب. نسمع من الناس اللي بتفهم. أنا مش فاهم دي أتعلمها، أتعلمها من الناس اللي بتفهم. النهاردة بص على النادي الأهلي، أتعلم من النادي الأهلي. مش عيب، مش عيب. هو ال الكبير بتاع مصر في الالتزام. إن النهاردة بصي ما شاء الله حد بيتصاب وبيقعد بالست شهور أو ثمان شهور بعد الشر عن كل طبعا لعيبة مصر، لكن بتلاقي البديل والبديل زيه. إحنا ما عندناش ده. لما تيجي تبصي في مش بس في نادي الاسماعيلي الحقيقه، عشان برضو لازم نتكلم ان ده هتلاقيه في الاهلي زمالك بيراميدز، دول الثلاث انديه اللي عندهم امكانيات الماديه. لكن يعني مفيش مشاكل. النادي الاهلي لغايه النهارده في الميركاتو رغم التخمه من اللعيبه بيدور على سترايكر عشان يجيبه. مش من فراغ. مش من فراغ. هو مش عايز يتحط في موقف، لان اللي بيلعب على بطوله لازم يكون كده. الاهلي بيلعب على ثلاث بطولات، اثنين محليين وواحده افريقيه. فبيلعب عشان عايز ياخد البطوله دي. احنا عايزين نبقى كده. طب على الاقل يعني ننافس. طيب بلاش نكون كده، نبقى في المربع الذهبي. خلينا في المربع الذهبي. كلام مهم. والكلام ده يا استاذ ابراهيم بيفكرني ان في كل مره النادي الاهلي يحقق انجازات كبيره بتسمع الاشاده بالدور الإداري والالتزام ووعي القيادة التي تدير منظومة الكرة في النادي الأهلي اللي بتستبق المشاكل بخطوة. هتقول لي الفترة اللي فاتت، الفترة اللي فاتت بفعل فاعل تم تجريف النادي الأهلي من خبراته مرة واحدة. تجريف؟ تجريفه مجلس بالكامل، مش من حقه ينزل انتخابات بقرار. ها من احد ابناء النادي الاهلي. بتعدل اللائحه عشان تمشي الناس وشخصانه. خلاص ماشي. وبعد اللي ما ده بعد ما ده خلص قال لك احنا كنا عاملين البند ده عشان حاجه معينه وخلاص. خلاص خلص ورجعت تاني. يعني خلص من اللي مضايقك. خلصنا. لكن اللي مضايقك ده بالصدفه كان كل مجلس اداره النادي الاهلي. النقطه الثانيه لما جه المجلس الجديد اجتهد، لكن زي ما بقول لك ده انت كل الخبرات اللي ادارت عبر السنين اللي فاتت بقت مش موجوده. على المجلس الجديد ما يستوعب ويجي يشتغل بنفس الاسلوب مع بعض الكلام اللي نبهنا عليه ومش هنعيده 100 مره، ان يتوجد ناس جواك بتعرقلك بتخترق دولاب العمل عندك. اجتهادك انت بيروح لان انت مش واخد بالك ان انت اللي بتعمله في ناس غيرك بتبوظه. أيوه. ده الاستاذ الشرقاوي كاتب حاجة بالصدفة كده، فببص ده كاتب يقول ايه، هي قناة الاهلي دي بيتفرج عليها حد؟ ده انت كنت مسؤول يا راجل جواها غير العاملين فيها. طب ده انا ازعم بقى ان انت كمان وانت كنت الاوضة فوق ما كنتش بتتفرج على قناة الاهلي كده. الله، هي النادي كانت بتعمل ايه في النادي الاهلي؟ انا مش ضدك يا سيدي، بس انت كده في مكانك الطبيعي انت كنت بتعمل عندنا ايه غير انك جاي تخرب؟ هو ده اللي كان مجنن الواحد. وكل يوم الحقيقه لازم اشكره، لان تعرف لو هو الناس دي لما طلعتش اتكلمت بالطريقه دي دلوقتي كان يمكن الناس كانت تتصور ان انا ببالغ او بختلق يعني. وان احنا اتخانقنا كده مع الهواء. يعني المساله شخصيه، انما كل يوم التاني اشكره. يعني لازم اشكره هو وغيره اللي بيهاجموا النادي الاهلي، هم اللي كانوا موجودين يخشوا يفتحوا الباب ويخشوا اوضه مدير النادي ومجلس الاداره وجهاز الكوره. انت مش فاكر تسريب عقود لعيبه الكوره؟ لعيبه. هي ازمه الكابتن علاء عبد الصادق ايه؟ تسريبات. مين وقال وسمى وتقارن بين وبين فلان؟ لا يبقى فلان اقرب لي. هو ده الغلط. فالنهارده انت لما ترجع بقى الخبرات، ما كابتن الخطيب كان شريك في كل النجاحات اللي فاتت دي. ايوه.
من سنه 2000 وانت طالع. ايوه وعنده الخبرات دي وبيستأنس زي ما سمعنا من الكابتن حسن والكابتن خطيب نفسه لما يكون عايز نصيحه بيطلبها ما بيكبرش على النصيحه. ايوه هو ده عظمه الاهلي. ايوه اسمع راي الناس اللي لاصق فيها. لاصق فيها. ايوه وعارف ان هو مش هيضللني. بالظبط. النادي الاهلي رجع اشتغل بنفس الاليه وبنفس الاسلوب وبنفس الفلسفه وبيستبق الازمه ما يستناهاش عشان يحلها. ما يبقاش رد فعل. الكلام ده كله قاله الاستاذ محسن عبد الناصر واتقال في كل مره كان يحقق الاهلي كل الاقلام اللي كل كانت بتهاجمه كل الاعماده يقول لك انتصار للاداره انتصار للنظام انتصار للالتزام. هذا هو النادي الاهلي. كابتن محسن عبد المسيح اشار لجزئيه كمان مهمه جدا عشان الناس لما كانت بتستغرب هو الاهلي بيضم لعيبه كتير قال لك يا جماعه ما هو الاهلي بيلعب في كام بطوله. شوفوا لما الناس بتتعور وبتتعور لعيبه تقيله وبتغيب فترات طويله لكن بيكون عنده البديل الكويس قوي اللي بيحقق النتائج المطلوبه. والتطوير يا استاذ ابراهيم مش بس انك بالبديل على نفس المستوى لو قدرت تعلى طبعا بالستاندر بتاعك طبعا بالمستوى هو ده التطوير. المهندس عدلي كان المره اللي فاتت الحقيقه وانا بحيي فريق الاعداد لانه منحازين للمهندس عدلي قوي مهتمين بيه من اول ما رجع من العمره دعا لهم فيبدو ان دعا لهم ان هم يسمعوا كلامه. مجرد ما اتكلم في الحلقه اللي فاتت عايزين نطمن على اولادنا المصابين عايزين نعمل مراجعه للكشف بتاع المستشفى كله عايزين نبقى عارفين مين من اللعيبه امتى هيرجع وموقفه وصل لغايه فين. الحقيقه فريق الاعداد مشكورا بالتواصل مع الزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الى زيمبابوي. اعد فاروق تقرير مع الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي في زيمبابوي وسالوا عن كل لاعب على حده وصل لغايه فين وهيرجع امتى ان شاء الله نشوف. تحياتي لحضرتك باشمهندس عدلي والاستاذ ابراهيم المنيسي وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ومتابعي برنامج كلام في الميديا من هنا من زيمبابوي وتحديد العاصمه هراري ومقر اقامه بعثه النادي الاهلي واستعداد فريق النادي الاهلي لملاقات فريق بلاتينيوم الزيمبابوي في المرحله الرابعه لدوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا. مباراه ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي قادرين بمشيئه الله على تحقيق فوز وثلاث نقاط ان شاء الله تضاف لرصيد النادي الاهلي في مشواره في دوري المجموعات من اجل الوصول للاميره السمراء. معي في هذه الأثناء دكتور خالد محمود واحد من الرجال المخلصين واللي بيبذلوا مجهود كبير جدا مع النادي الأهلي. دكتور خالد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وتحيات مهندس عادل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي لحضرتك. برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي ونطمن أكتر من حضرتك على حالة اللاعبين وحالة الأجواء في زيمبابوي. الأول أهلا وسهلا على باشمهندس عدلي وأهلا وسهلا على أستاذ إبراهيم المنيسي وكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. إحنا الحمد لله إحنا وصلنا الحمد لله بعد رحلة طويلة. الحمد لله بالنسبة للبعثة اللي موجودة معنا الحمد لله مفيش إصابات فيها. فربنا سبحانه وتعالى يكرمنا نتغلب بس على الظروف اللي موجودة البيئية طبعا. يمكن احنا عارفين ان احنا في نص الكرة الجنوبي النهاردة بنعدي بفصل الصيف هنا. احنا جايين من اقصى البرد عندنا جايين بنعدي بفصل الصيف نسبة الرطوبة شوية عالية نسبة الارتفاع عن سطح البحر نفس الحكاية بيخلي التعب مع المجهود يبقى ازيد من المعدل الطبيعي. ربنا سبحانه وتعالى يكمل لنا على خير ونكمل السفرية الاخيرة لمكان الارض المباراة والتغلب على الاجواء ديت ان شاء الله ربنا يكللها بنجاح بإذن الله. دكتور خالد يعني باستثناء الكابتن شريف اكرامي وهو في البرنامج التأهيلي الخاص بيه نقدر نقول باستثناء كابتن شريف كل لاعبي النادي الاهلي على حال عاليه من الجاهزيه الجميع ان شاء الله جاهز لفريق بلاتينيوم. الحمد لله بفضل الله كله جاهز وشريف واحد من الشخصيات المقاتله يعني فاصر انه يبقى موجود مع الفرقه وبيكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي بيكمله هنا ان شاء الله معانا باذن الله على امل ان شاء الله ان احنا نبقى جاهزين لما نرجع مصر للمباراه اللي جايه على طول. برضو عايزين نقرب من الامور اكثر واكثر عايزين نطمن ونطمن من خلال حضرتك كل جماهير النادي الاهلي واسر البرنامج وبرنامج ملك وكتابه عايزين نتكلم في البدايه على حاله سعد سمير يعني نطمن على سعد سمير ونتابع باقي اللاعبين يعني نطمن في البدايه على سعد سمير. كابتن سعد سمير كلنا طبعا شفنا اصيب بعد 10 دقائق او اقل تقريبا من بدايه المباراه.
سعد الحمد لله لما أصيب عملنا الأشعاعات الكاملة، والأشعاعات ديت ادت لنا تشخيص واضح عن إصابة سعد وإنها إصابة هتبقى محتاجة جراحة. تمت مراسلات على إنه تتم الجراحة ديت. طبعا كان العامل الزمني خطير جدا لأنه الفترة دي في أوروبا كلها أجازات، كانت كريسماس، بس في واحد من الجراحين الممتازين المتخصصين في الجراحات الأنكل الحقيقة بعد ما تمت مراسلته أبدى استعداده أنه هو ينزل حتى ولو كان دوت ليلة الكريسماس علشان يعمل الجراحة لسعد. والحمد لله في ظرف 3 أو 4 أيام كان هو أجرى الجراحة ديت، الحمد لله خرج بالسلامة. تم التواصل معه من خلالي ومن خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا ومن خلال زمايل كتير ليه هنا في الفريق. الحمد لله آخر اتصال كان ما بيني وما بينه بالضبط كان من يوم أو يومين بالكتير، كان فيها أنه الحمد لله اتعرض على الاستشاري. الاستشاري فضل أنه هو يستكمل وينتظر معاه لحد يوم الجمعة علشان يحقنه حقن مادة اسمها البي آر بي، ودي حقنة محفزة للالتئام. الجراحة اطمن عليها وقالوا أنها جراحة جيدة جدا، وطلب أنه هو بعد كده هيجيله في المتابعة بعد 4 أسابيع لـ5 أسابيع علشان ياخد حقنتين تانيين وعلشان يطمن على سير أموره. وهيرجع ان شاء الله سعد يوم الجمعه باذن الله بعد الحقنه ديت ببرنامج. البرنامج دوت هيبقى فيه ايه المطلوب منه خلال الفتره اللي هيتواجد فيها في مصر لحد ما يرجع تاني ويعاود الجراح على كده. هيبقى مطلوب مننا حاجات بالتحديد هنا محدده، حاجات خاصه بعلاجه الطبيعي، حاجات خاصه برفع غرزه، حاجات خاصه باحواله العاديه. بس الحمد لله من خلال التواصل الدنيا والاحوال ماشيه معاه كويس الحمد لله. دكتور خالد طمنا من خلال حضرتك على سعد السبير، نتمنى بمشيئه الله الشفاء ويرجع مره ثانيه للملاعب واحد من اللعيبه الرجاله. عايز انتقل لواحد ثاني من العناصر وكانت من العناصر المهمه والمؤثره في النادي الاهلي، حمدي فتحي. عايزين نطمن على حمدي فتحي وتقول لنا اخر الاخبار وامتى ان شاء الله يرجع للملاعب. هو حمدي كانت اصابته اصابه في الغضروف الخارجي، وفي مصر وبره مصر كان الراي الطبي انه يتم خياطه الغضروف. خياطة الغضروف الخارجي مسألة مختلفة تماما عن قصاصة الغضروف الخارجي، الغرض منها المحافظة على هذا الغضروف على للونج تيرم ريزلتس، يعني على للنتائج بعيدة المدى هي أفضل بالنسبة للاعب، خاصة أن اللاعب صغير في السن وخاصة أن القطع يسمح بالخياطة. فالحمد لله هو تمت الخياطة فعلا. التقدير المبدئي كان لمدة الرجوع هو حوالي 9 شهور، ده التقدير المبدئي اللي اتقال. والحمد لله الفترة الأولانية كان المطلوب من الجراح كان طالب بالتحديد أنه دايما يبقى التدخل فيها قليل جدا لحين الرجوع والمعاودة مرة أخرى ليه علشان يبدأ بعد كده يعدل في البرنامج بتاعه. إن شاء الله بإذن الله معاده 18 يناير يبقى مع جراحه هناك إن شاء الله علشان يتأكد. كانت فيه حاجات ديوتيز قليلة جدا هي اللي مطلوبة بتحافظ عليها لحد آخر مرة قبل ما نيجي السفر، كانت فحص ركبته كان ممتاز جدا وجيد، ونتوقع إن هو هيبدأ يسمح له شوية بالتانية وبمعدلات تانية أحسن وبتقويات تبدأ مسموح نبدأ ندخلها شوية. نتمنى ايضا كل السلامه لحمدي فتحي واحد من اللعيبه المؤثره في النادي الاهلي ونتمنى له كل التوفيق. عايز انتقل يعني احد اللاعبين المهمين ايضا واحد من ابناء النادي كريم نيدفيد، برضه نطمن على كريم. وكريم نيدفيد يعني ممكن بعض جميل اصابته طولت شويه. صحيح كريم اصابته طولت الحقيقه لانه في مرحله من مراحل تاهيله اللي تم في المانيا يعني ارادوا ان هم يعجلوا شويه برجوعه، فوجدوا ان الغشاء المبطن للركبه ما استحملش الحمل الازيد فبدا يلتهب، والامر دوت خلاه كريم يرجع تاني للدكتور الجراح اللي اجرى ساعتها منظار. المنظار اثبت التئام الخياطه السابق عملها في الغضروف الخارجي وعمل استئصال جزئي للغشاء المبطن لمفصل الركبه عشان يقلل من كميه الالتهاب. لوحظ في مرحله التاهيل الثانيه انه مع بدايات حمل ازيد او حاجه الركبه بتبدا ترشح. المساله ديت احنا ما بنفضلهاش الحقيقه لان دي ممكن تعرض اللاعب لاصابه، فرجعنا خطوات للخلف تاني وبدانا البرنامج التاهيلي بتحميلات بطيئه وهاديه. الحمد لله اخر صوره انه بدا كريم يجري، ولما جري الحمد لله دوت ما عملش رد فعل على ركبته، لكن طبعا لسه في مراحل التاهيل في حاجات خاصه بالتردديات، حاجات خاصه بالقفز على الاقدام، حاجات خاصه بتغيير الاتجاهات، دي كلها احمال بتبقى على الركبه بتبقى محتاجه اعداد برضو جيد ليها. الصوره الحمد لله النهارده الصوره احسن بكتير من قبل كده. اعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله في ظرف 3 أسابيع 4 هنبدا نبقى في الملعب على الاقل بنشتغل حاجات كويس ان شاء الله. بقى لرمضان صبحي عايزين نعرف اخر اصابه رمضان وصلت لحد فين، ويعني امتى رمضان تاني يرجع للتمرينات الجماعيه والملعب.
رمضان كان مصاب بمزق في العضلة الخلفية، وكان المزق دوت كانت مساحته كبيرة مش قليلة، كان ليها قطر حوالي 60% من قطر الوتر كان مقطوع. الحمد لله آخر فحص عمل بين أن حوالي 80% من القطع اللي كان موجود ظهرت عليه علامات التئام جيدة. الحمد لله رمضان برضو بيعمل جزء من تأهيله بشكل جيد، الحمد لله وصلنا لمرحلة كويسة. أعتقد أنه إن شاء الله بإذن الله بعد ما هنرجع وبعد الماتش اللي هنعمله مع طنطا هيبدأ يدخل في مرحلة بقى أكتف شوية، يعني مرحلة نشطة في التأهيل، ممكن يبقى فيها الجري بشكل أحسن شوية، ممكن يبدأ فيها حاجات تتعمل يعني خاصة بمهام مركزه في الملعب. اتمنى له الشفاء العاجل، واعتقد يعني ممكن المجهود الكبير اللي بذله رمضان مع المنتخب المصري والمنتخب الوطني في بطوله افريقيا تحت 23 سنه اكيد كان مجهوده حمل كتير على رمضان. رمضان طبعا لاعب شاب صغير في السن وما شاء الله من اللاعبه الواعده، كابتن منتخب مصر للشباب الحقيقه، فطبعا يعني رمضان وجوده في منتخب او في فريق هيخليه يلعب 90 دقيقه يعني، فالحمد لله وهو يعني انرجيتك يعني هو عنده الطاقه دايما، فهو عايز دايما يبقى موجود. طبعا دي مساله هتبقى محتاجه كنترول شويه بعد رجوعه، ولازم يبقى فيها جدول تدوير خاص بيه علشان المساله دي بتبقى محتاجه طبعا شويه وقت للتعافي. يبقى رمضان صبحي اقرب اللاعبين ان شاء الله للعوده الى الملعب من اللعيبه المصابين، وده يعني اعتقد برضو حضرتك ما استغل وجود حضرتك وانك برضو نطمن يعني في عجاله ايضا على محمد محمود. في طبعا في اللعيبه عندنا حسين الشحات، لو احنا بنتكلم عن اللعيبه اللي موجودين في مصر الاقرب ان شاء الله للمشاركات، حسين ان شاء الله بيكمل جزء اخير في برنامج تاهيله، ومحمود وحيد برضو عنده جزء، حسين كان عنده التهاب في عظم الحوض وشوية التهاب في وتر العضلة الضمة، إن شاء الله بإذن الله لما نروح مصر يبقوا أكملوا جزء محترم جدا من برنامجهم التأهيلي ويبدأوا يشاركوا بشكل فعال. محمود وحيد كان عنده كدمة في عظام القدم كانت منذرة بشرخ إجهادي، فاضطرينا أن احنا نوقفه ونبدأ نديله أدوية تحسن الكدمة العظمية ديت. فيعني الاثنين دول ممكن يبقوا قريبين اقرب من رمضان، يعني على ذكر نقطه رمضان الاقرب. يعني بالنسبه لمحمد محمود الحمد لله اجرى جراحه الحمد لله الصليبي وبيبقى في مراحل التاهيل دلوقتي اللي موجوده بتاعته، يعني الحقيقه انه ساعات بيبقى في مدارس في مراحل التاهيل، فهو محمد دلوقتي في مرحله تاهيل متقدمه يعني كويسه الحمد لله وربنا ييسر الحال ان شاء الله. دكتور خالد قطعنا على حضرتك الحديث، ولكن نتمنى كل السلامة كل لاعبي النادي الأهلي، وأيضا نتمنى التوفيق لكل المجموعة الموجودة معانا هنا في زيمبابوي، وإن شاء الله نبارك بعد فوز إن شاء الله الأهلي على فريق بلاتينيوم بإذن الله. سلامي للكل بإذن الله. شكرا. العفو. سلام. باشمهندس عادل استاذ ابراهيم، ده كان لقاءنا مع الدكتور خالد محمود طبيب فريق النادي الاهلي، قدرنا من خلاله يعني نجمع كل الامور ونعرف كل المعلومات عن اصابات لاعبي النادي الاهلي. نتمنى طبعا كل السلامه لكل لاعبي النادي الاهلي المصابين ويرجعوا بسرعه ان شاء الله الى الملاعب، وايضا اطمنا على الحاله الطبيه للاعبي النادي الاهلي الموجودين معانا والحاله الفنيه ان شاء الله، زي ما قلنا حاله من الحاله الفنيه الحاله العاليه لاعبي النادي الاهلي، حاله الجاهزيه العاليه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله في انتظار ملاقات فريق بلاتينيوم. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك باشمهندس عادلي، اللاعبين الجميع هنا يعني في قمه التركيز في قمه الاصرار والحماس على احراز 3 نقاط والفوز على فريق بلاتينيوم من اجل اسعاد كل الجماهير النادي الاهلي. كل ده لازمته باشمهندس عادلي والاستاذ ابراهيم المنيسي. طيب تقرير وافي، يعني انت طلبت حاجه المره اللي فاتت جابوها لك من زيمبابوي. هي فرصة طبعا لما يبقى المراسل موجود مع الشخص المسؤول بتبقى فرصة، وهو بذكاء برضو الدكتور يعني طمن على حسين الشحات وعلى محمود وحيد. انا كنت لسه بسأل مال حسين الشحات ومحمد محمود استوفى الجميع الحقيقة، وحتى محمود وحيد ما كنتش واخدين بالنا ان هو يعني كان عنده إصابة تنذر بشرخ إجهادي. فهو يعني في احيانا انت بتستبق زي ما بقول الموقف. صحيح. البطل في مناجم الذهب من جديد، الأهلي السبت الساعة 3 إن شاء الله في بولاوايو المدينة الزيمبابوية. ريني فايلر واخد معاه 20 لاعب، محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ورامي ربيعة ومحمود متولي وألو ديانج، عمرو السلية ووليد سليمان وقفشة وجيرالدو وأجاييه ومروان وأزار والشيخ وكهرباء.
دول ال 20 لاعب اللي بيدعم بيهم رينو فايلر القايمه. المهم ان هو في نفس اليوم السبت هتكون المباراه الثانيه المهمه، النجم الساحلي هيكون في ضيافه الهلال السوداني في الخرطوم، ودي مباراه مؤثره ايضا لانه زي ما حضراتكم عارفين الثلاث فرق العربيه الاهلي والنجم والهلال الثلاثه في ست نقاط متساويين في المركز الاول. بلاتينيوم الزيمبابوي تعاقد مع مدرب جديد هو الهولندي بيتر هندريك ديونج، لكنه هيتفرج من المدرج وهيشتغل بعد مباراه الاهلي. مباراه الاهلي هيشتغلها المدرب الحالي اللي هينضم للجهاز الجديد كمدرب مساعد. الاهلي والنجم والهلال زي ما قلت لكم في ست نقاط وبلاتينيوم بدون نقاط. المهم في هذه الجوله، فاكرين حضراتكم المره اللي فاتت سالنا لكم هو اخبار بندق ايه؟ بندق الحكم البوتسواني اللي ادار مباراه الاهلي والنجم الساحلي، او الحقيقه بالاحرى اللي فاز للنجم الساحلي على الاهلي في مباراه الارادس. دي الجوله الثالثه. 48 مباراه في الكونفدراليه وفي دوري الابطال ومفيش بندق. استاذ ابراهيم عايزين نتوقف هنا والنبي عشان الموضوع ده يعني انا مستغرب له جدا. كام بطوله ضاعت عن النادي الاهلي بسبب التحكيم، وكل مره الحكم يختفي. يا اما واحد بالاعتزال زي العرجون، يا اما واحد بعد سنين لاتهامه بالرشوه زي الحكم بتاع جنوب افريقيا لمبتي، يا اما الحكم بتاع الترجي ادرامه. ده كان تصدق عايزين انرامو كان لمبتي انرامو دي كانت والسوبر بتاع الزمالك كان البتروس ماتابيلا لمبتي وماتابيلا الاثنين، وناس بتروح السجن، ناس بتروح في داهيه يخشوا بس ايه البطولات كمان راح طبعا كل وادي بندق. صدق هنفتح الصفحات السوداء دي مهمه يعني جدا. وبعدين في ترقب يعني لما بنقول احنا مش بنفتري على الناس، الناس دي مش مظبوطه. طيب فادحه مره تانية الى هراري والزميل فاروق صلاح، معاه الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الاهلي الى زيمبابوي. نشوف الاستاذ ابراهيم الكفراوي. تحياتي لحضرتك باشمهندس عدلي والاستاذ ابراهيم المنيسي ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من زيمبابوي بالتحديد العاصمه هراري ومقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. معي في هذه الاثناء الاستاذ ابراهيم القفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي. استاذ ابراهيم برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، خالص تحياتي للمهندس عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي لحضرتك. عايزين من خلال حضرتك طمن كل الجماهير في مصر على النادي الاهلي وحاله بعثه فريق النادي الاهلي واستعدادهم لمناقشه فريق بلاتينيوم. اهلا وسهلا بحضرتك الاول، تحياتي الكابتن عدلي واستاذ ابراهيم منيسي وجمهور النادي الاهلي كله، بنحييهم وبنطمنهم. الحمد لله الامور كويسه جدا، يمكن هي من الرحلات الشاقه شويه لافريقيا، يعني يمكن خدنا حوالي 12 او 14 ساعه في السفر ما بين سفر وترانزيت ونزول وحضور لحد ما وصلنا الفندق، لكن الحمد لله برضو وصول كابتن سيد والمهندس سمير عدلي قبل البعثه بيوم حاجات كتير، وجنبنا ان اختيار فندق مش احسن حاجه لان دوق واختاروا فندق تاني مناسب جدا وممتاز بالنسبه مقارنه بفنادق كتير في دول اخرى. فالحمد لله يعني بالنسبه للترتيبات كانت كويسه. احنا الحمد لله الفرقه وصلت وريحت وبعدين رحنا التمرين امبارح والنهارده كان في تمرين تاني، يمكن كان التمرين الاساسي للفرقه الحمد لله. بكره ان شاء الله هننتقل لبولاوايو اللي هيتلعب فيها الماتش، وهنسافر على طياره نمشي من هراري الساعه 12 الى تيل، هنوصل بولاوايو الفرقه تدخل الاوتيل وتريح ساعه واحده وتروح التدريب بكره. التدريب
التدريب إن شاء الله في حدود الساعة 4 العصر. الأمور هنا كويسة جدا والجو الحمد لله يعني، بس إحنا الناس بس تبقى عارفة إن إحنا النهاردة إحنا في الصيف هنا في زيمبابوي، جو متقلب جدا. امبارح وإحنا داخلين تمرين أول ما دخلنا كان في أعاصير ومطرة جامدة جدا، النهاردة الجو كان ممتاز الحمد لله، يمكن الرطوبة نسبتها عالية شوية لكن النهاردة الجو كان أحسن من امبارح. دعواتكم أن يوم المباراة يبقى الجو مناسب للفريق، ما بقاش فيه أمطار غزيرة، لأن الأمطار لما بتنزل هنا بتبقى أعاصير، ما بتبقاش يعني إحنا كنا فاكرين اللي جات عندنا الفترة اللي فاتت مطر، لا هنا المطر بحق وحقيقي. فإن شاء الله دعواتكم، مساندة الجماهير، ده كله من الحاجات اللي نتمناها إن شاء الله، ويبقى توفيق. وأعتقد أن الفريق كله من أصغر واحد لأكبر واحد كلهم يعني مركزين جدا، وعندهمش هدف تاني غير الفوز، مفكروش في تعادل، مفكروش في أي حاجة، مفكروا أن هم يرجعوا بالثلاثة بونت اللي تأمن بنسبة كبيرة صعودهم للدور التالي إن شاء الله. استاذ ابراهيم، يعني عايز استغل ايضا وجود حضرتك، احنا بنتوجه بالشكر لكل مسؤول السفاره المصريه ممثله في السفير معالي السفير محمد فهمي على المجهود المبذول، ومسؤول السفاره واجتماعات حضرتك المستمره مع مسؤول السفاره لتذليل كل العقبات وتوفير كل الامور لفريق النادي الاهلي. طبعا يعني ده من الحاجات اللي نحب نقولها ونحب نأكد عليها، ان السفاره المصريه في زيمبابوي عملت دور كبير قوي قوي، والدور ده ما بدأش النهارده، الدور ده بدأ من شهر فات عن طريق اتصالاتنا واتصالات كابتن سمير عدلي وجهاز الكوره بالسفير اللي رشح لنا ان احنا نقعد هنا مثلا في زيمبابوي في هراري يومين وبعدين ننتقل لبولاواي وبعديها، وكان كل التنسيق والترتيب من فتره كبيره. لكن بالامانه ما كناش متوقعين كم المسانده من السفاره المصريه ومعالي السفير محمد فهمي. احنا نزلنا من على الطياره في المطار، داخل المطار فوجئنا بوجوده، وفوجئنا بوجود الجهاز كله، جهاز الطاقم الدبلوماسي كله، الاستاذه رانيا البحبوحي مستشار السفاره ونائب السفير، وناس كتيره تانية، كل السفاره مسخره كل مجهودها. معالي السفير هيبقى معانا بكره ان شاء الله، هينتقل معانا لبولاواي وهيبقى من المساندين للفريق. بصراحه ما سابوش وما وفروش اي جهد عشان يساعد ويدعموا الفريق، وإن شاء الله كل المجهودات دي ربنا يكللها بالخير بإذن الله. كلام بيوضح أستاذ إبراهيم، يعني التنسيق مع السفارة، وده كلام، ولذلك السفير بيقول لك النادي الأهلي ده نادي محترف جدا، إن من أكتر من شهر أسفر الحوار على قبول النصيحة، أقعدوا في هراري عشان تلاقوا فندق على المستوى ده، وسافروا قبل الماتش بيوم عشان تحصلوا على الراحة في بولاوايو. ده كلام مهم جدا، وبيدل على ان برضو يعني الدور الدبلوماسي ازاي ما يكون داعم بيبقى مؤثر ازاي. استاذ ابراهيم الكفراوي خريج علوم سياسيه، لا يعني كمان هو كبير محنكين بقى، ده تجارب وراجل جايبها من تحت السن، تاريخه الاداري صحيح. كبير قوي واكتر من مره عاده مجلس اداره، والحقيقه يعني كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي لو خدت كل واحد كده عملت عليه الضوء هتلاقيه كاليبر عالي جدا. صحيح. ويعني زي ما بقول لك الاختيار بيبقى يعني، وانت بتربي للمستقبل باستمرار، بتراعي المراحل السنيه والخبرات المتعدده، شيء جميل جدا. كنا عايزين طبعا مزيد من الوقت، ولكن لا صوت يعلو على صوت بلاتينيوم في المرحله الجايه. كنا بسرعه كده انطباعاتك على الاختيارات بتاعت يعني، هل انت شايف ان محتاجين معايير محدده تتغير في طريقه الاختيار عشان تفرز الافضل، ولا الافضل هو الافضل في جوائز الكاف؟ شوف، هي المعايير موجوده والنظام موجود، بس احنا للاسف لما الاختيار او النتيجه ما تصادفش هوانا نشكك فيها. هو المديرين الفنيين للمنتخبات بيصوتوا، بيختاروا، بيدوا 1 2 3، الفنيين بيصوتوا، اللجنه الاعلاميه بتصوت، في كوادر فنيه يعني ابو تريكه صوت، احمد فتحي كباتن المنتخبات صوتوا، حازم امام وابو تريكه كفنيين صوتوا، مصطفى طنطاوي كصحفي في اللجنه الاعلاميه في الاتحاد الافريقي صوت،
كل صوت بيروح للاختيار الاول بياخد كام درجه، الاختيار الثاني بياخد كام درجه، الثالث بياخد كام درجه، دي معايير ثابته. بس احنا زي ما بقول لك كنا نتمنى ان محمد صلاح طبعا يعمل هاتريك ويحتفظ بالجائزه للمره الثالثه، لكن كمان ساديو ماني نفس انجازات صلاح السنه دي مع ليفربول هي هي، حتى الاثنين متساويين مع بعض في الهداف. ماني يمكن ساعد منتخب السنغال في انه يوصل للفاينل. دي ملاحظه انا اللي انا بفتح الموضوع عشان بالظبط كل الاختيارات تاثرت ببطوله كاس الامم الافريقيه اللي اقيمت في مصر. طبعا لان الجائزه افريقيه. لا يعني بقول لك الفروق يعني تكمن هنا. بالظبط الجزائر حصدت معظم جوائزها للانجاز الرائع اللي حققته بالفوز بالبطوله سنة دي سنه الكان بقى. ونجومها البلايلي وخدها نتيجه تفوقه في مساعده الجزائر في هذا الامر. بولماضي افضل مدرب نتيجه تفوقه في هذا الامر. الجائزه الوحيده اللي ارى انها اعطيت تكريما للدور الرائع، وانا هنا بقول بقى الدور الرائع بتاع الدوله، الدوله المصريه في تنظيم البطولات الافريقيه البطولتين دول، لكن هو طبعا لان الاتحادات الدوليه بتتعامل مع اتحادات فهي ادتها للاتحاد، لكن صاحب الانجاز الحقيقي هو الرؤيه بتاعت مسؤول الدوله في ان نحتضن البطولتين دول ونقدمهم بالشكل ده. اخفقنا على مستوى الرجال، نجحنا على مستوى المنتخب الاولمبي، فالبطوله هي فعلا تحيه لمصر وليس أكتر منها ما هي تحية للاتحاد. صحيح تحية لمصر. كان الاتحاد أيضا بيتعامل مع الرؤساء المنتخبين، فكان طلع المهندس هاني أبو ريدة على اعتباره أنه هو اللي كان يعني موجود وقتها في الاتحاد، عشان كان في ناس كانت بتسأل. أدي العملية طارق حامد لا يضيره، معلش عشان نوقف الفيلم اللي بيحصل مش عاجبني. راجل يترشح من ضمن ثلاثة يحسب له طبعاً. محمد صلاح اترشح خارج من ضمن ثلاثة، خلاص دول أبطال انتهى اترشحوا. بتعترض بقى أنت على أداء، بتعترض على ستايل، بتعترض، دي ملهاش دعوة. مش عايزين حد ياخد الموضوع ده أكبر من أنه لا طارق يعني برضو اتأثر بموقف مصر وموقف الجزائر في البطولة البلايلي، وهو في الانجاز الفريق الجزائري ساعد البلايلي انه يتفوق. لو كنا احنا اللي كسبنا البطوله مؤكد ان طارق كان هو هيبقى عنده فرص اكتر. فخلينا شويه يا جماعه نحافظ على بعض شويه، مش كل حاجه ان احنا نضايق بعض، مش هنكسب حاجه. صحيح. والجوائز حتى بالنسبه لساديو ماني الحقيقه استحق الجائزه بجد. لا ده ماني كمان نموذج ملهم. انا كنت اتمنى انت كاتب موضوع انت كاتب موضوع عايزك تكلمنا عليه، مقال امبارح في الاخبار. الانسان ماني الانسان يعني الحقيقه كنا نتمنى ان يبقى عندنا بس 10 دقائق كنا نفرجكم على كام فيديو على ساديو ماني وهو بينظف حمامات المسجد علشان يحصن نفسه من اي اهواء ولا من احساس بالعظمه ولا بالغرور ولا كنا نتمنى ان يبقى في وقت تشوفوا كل ده. ونتمنى ان اهي يمكن اللقطه شوارب على طول حب يفرجها لكم. الانجليز كانوا مستغربين ايه النجم اللي بياخد 200,000 استرليني في الشهر في الاسبوع وبيشتغل ينظف في حمامات المسجد. هم مش فاهمين ان ده مش شغل، هو ده نوع من التقرب ونوع من التواضع ونوع من تهذيب النفس. حتى الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله عملها واتكلم عنها كلهم ويتاسوا بهذا بالظبط. ف ساديو ماني ده والده راجل فقير، امام مسجد في منطقه فقيره جدا في بلدهم، خاض مشوار صعب جدا، راح يختبر في جنراسيوس. اروع شيء يا استاذ ابراهيم، بجزمه كوره قديمه مقطعه، اروع شيء هذا النموذج الانسان الرائع اللي الملهم. بيدينا قدوه، بيلهمنا جميعا. من اجل هذا جعلت الرياضه، ومن اجل هذا جعل التفوق. الله عليك. من اجل الحاله دي والنموذج ده احسن شيء نختم بيه والقوه دي، ده الانسان الملهم بجد، الملهم لكل انسان عايز ينجح في الحياه. الفقر عمره ما كان عائق والنجاح عمره ما كان بعيد، شرط النجاح والاراده. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.